التاسع عشر من رمضان عام 1425 هجرية، تاريخ لا ينسى عند شعب الإمارات وعند الأمة العربية والإسلامية، موعدا لا ينساه أهل الإمارات. فقدت فيه الإمارات الزعيم الذي أسسه وأشرف على نهضته، إنه الشيخ زايد بن سلطان النهيان، ذلك الاسم الذي أينما ذكر كان محل ثناء من الجميع. نجح الشيخ زايد بحكمته في جعل الاتحاد قوة، فقد عمل على نجاحه رغم كثرة التحديات التي واجهته، لكن نجحت تجربة الوحدوية نجاحا لا نظير له، وحرص المغفور له منذ تسلمه زمام القيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 ميلادية على أن تأخذ الدولة مكانتها المرموقة بين الأمم من خلال جميع مؤسساتها. عمل الراحل الكبير الشيخ زايد على إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات، وأرسى الدعائم الأساسية لتداول الثقافة من خلال إنشاء المؤسسات الثقافية مثل الصحف المحلية والمجلات والمطبوعات الدورية والمهرجانات الثقافية والمؤتمرات الفكرية والنوادي التراثية والثقافية والمطابع ودور النشر والإذاعة والتلفزيون وغيرها من المؤسسات المعنية لنشر الثقافة. بل أنت زايد سويت في هذه البلاد وفي هذه البشر سويت لهم سكن بلاش، والله سويت لهم دراسة بلاش، سويت لهم صحة بلاش، سويت لهم كل متطلبات الحياة عملت لهم بلاش. والله بدون شيء، مزارع تعطيهم إياها مجانا. هاي الأباشر إذا كبروا شافوا هذا كله إنهم مجانا ما بيستطيعون يستريحون، ما بيستطيعون يشتغلون، لأنهم شافوا كل شيء إياهم مجانا. شو بتسوي بهم؟ سألته سؤال، قلت له أنت عندك أولاد ولا لا؟ قال عندي أولاد. قلت له أولادك هم صغار أطفال، شسيتهم ولا لا؟ قال نعم. قلت له أطعمتهم ولا لا؟ قال نعم. طيب ربيتهم إلى متى؟ قال ربيتهم لين كبروا. قلت له لما كبروا؟ قال لما كبروا حبوا للشغل وسدوا أعمار. نعم. قلت له هذه أنا أحسبهم مثل أولادي. أدرك الشيخ زايد بن سلطان النهيان أن الإنسان هو الركيزة في تنمية البلاد، فأمر مبكراً بتعميم التعليم والصحة في ربوع الإمارات، لأن الإنسان المتعلم هو الثروة الحقيقية للإمارات. نجح الشيخ زايد في قيادة سفينة الإمارات وآمن بالفكرة ونجح في تحقيقها، ومن أهم نجاحات القائد إعداد قادة يحملون الراية من بعده يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، وله كل العون من إخوانه حكام الإمارات وولي عهد الأمين، لأن زايد وإن رحل عنا جسداً فإن روحه وعقله وفكره ورثتها القيادة من بعده، قيادة نجحت في جعل راية الإمارات عالية في السماء. لم يعشق المصريون يوماً زعيماً من خارج مصر كما عشقوا المغفور له الشيخ زايد رحمه الله، فقد شعروا منذ توليه قيادة دولة الإمارات بمحبته الكبيرة لمصر وشعبها من خلال مواقفه العظيمة لمصر دولة وشعباً. كان للشيخ زايد أثر واضح في نهضة مصر وبناء حضارتها الحديثة، فقد كانت مصر من أولى الدول المؤيدة للاتحاد، كما كانت أول الدول الموافقة على انضمام الإمارات العربية المتحدة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر عام 1971. فقد كان للشيخ زايد رحمه الله عدة من المواقف المضيئة. كان للشيخ زايد دور كبير في ترميم مدن القناة، حيث قدم لمصر دعما ماديا مساهمة منه في إعادة بناء مدن القناة الثلاث. كما قاد الشيخ زايد الحكام العرب في حرب أكتوبر في قطع البترول عن أوروبا، ولم يكتفي بذلك، فقد تبرع ب100 مليون جنيه استرليني لمصر وسوريا لتعويض خسائرهما. وعند توقيع اتفاقية كامب ديفيد في سبعينيات القرن الماضي، كونت الدول العربية جبهة معارضة لمقاطعة مصر سميت بجبهة الرفض. حينذاك لم يخطو الشيخ زايد خطى العرب في هذه الآونة، وظل مسانداً وداعماً للدولة الشقيقة مصر. هذا بالإضافة لعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه عن مساندته لمصر دائماً وأبداً. وفي هذا الصدد صرح الوالد المؤسس الشيخ زايد: لا يمكن أن تكون للأمة العربية وجود دون مصر. وحين أطلقت اليونسكو ندائها الأول عام 1987 لمناشدة الدول العربية لدعم مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية، فكان الشيخ زايد رحمه الله أول الملبين للنداء، حيث تبرع لإحياء المكتبة التي تعتبر علماً من أعلام الثقافة المصرية. كما لا ننسى دور المغفور له في تنفيذ مشروع قناة الشيخ زايد التي تعتبر جزء من مشروع تنمية الوادي في منطقة توشكا لنقل المياه من النيل إلى الأراضي الصحراوية. إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة. منذ أن فارقنا الشيخ زايد في عام 2004 تولى أبناء رعاية الدولة العربية وخاصة مصر، حيث حافظت الدولتان على تعميق العلاقات الاجتماعية والإنسانية بينهما طيلة السنوات الماضية. فتجلت وصية زايد لأبناء شعبه على مصر في أبهى صور التعاضد بين الشعبين. يقول الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان: إن نهضة مصر نهضة للعرب كلهم. أوصي أبنائي بأن يكونوا دائما بجانب مصر. هذه وصيتي أكررها أمامكم، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم. توصية الشيخ زايد وإلحاح الشيخ محمد على هذا الكلام دائما وابدا في كل مجلس وفي كل منبر، بل هو نهج من مناهج دراستنا ان شاء الله. الدفاع عن مصر واجب قومي الامارات. بارواحنا معاك، بدمنا معاك، بذاتنا معاك، حتى لو لا نشرب ولا ناكل في هذه البلد الا وجبه واحده في الشهر فاننا معاك. صمد، والشعب المصري صمد، والجيش المصري صمد، وسيصمد لانك على حق ليس على باطل، والحق دائما منتصر، ولكن يبقى صبر، والصبر من الله جل جلاله. ونحن وإياكم إن شاء الله في خندق واحد حتى نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على كل إرهابي وخائن. نحن معكم وسنبقى معكم سيدي. شعب واحد، رب واحد، كلمة واحدة، احنا الاتنين. شعب واحد على أرضين، والإمارات الاتنين. شعب واحد، رب واحد، كلمة واحدة، احنا الاتنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وإمام النبيين. يقول مولى عز وجل في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. استوقفتني هذه الآية، يدافع عن الذين آمنوا، بلسان العباد، يدافع عن الذين آمنوا بقلوب العباد العامرة بالحب. فالقلوب بين أصابع الرحمن يحركها كيفما شاء. وأعظم ما تأتي رمزية اليوم أننا نمثل مجتمعا مدني لا يمثل جهة بعينها ولا يمثل منظمة بشأنها، ولكنه يمثل مجموعة من المجتمع على مختلف مشاربهم وعلى مختلف مقاصدهم، ولكنهم اجتمعوا جميعا على شيء واحد، على حب الخير، وحب الخير في زعيم ساقه القدر لأمة كانت شتات فجمع شملها، كانت فرقة فوحدها. أراد أن يضرب مثلا في الفطرة، كيف تكون الفطرة السمحاء. هو كان على نهج سيدنا رسول الله، وهذه حقيقة. الذين عاشروا هذا الرجل يدركون أنه كان يعيش على الفطرة، وكانت لغته البسيطة الثلثة معبرة عن الحكمة. وعظمة الشيخ زايد أنه لم يبني فقط دولة الإمارات بحضارة حديثة تتطلع إلى حداثة وتقدم وتطور تستطيع أن تنافس سبقتها، لكنه أيضا كان بيبني الإنسان الإماراتي. فبقدر ما بنى من نهضة، بقدر ما بنى مدارس علمية ومدارس فكرية تنهج نهجه، فاستمرت الإمارات من بعده على نفس النهج. وهذا هو العمل المؤسسي الحقيقة. العمل المؤسسي أنك تبني بشر، فبنى أولاده بنفس المدارس وغرس فيهم نفس الروح ونفس السماحة. ومن حسن الطالع أن تأتي هذه المئوية، وإذا قيل أن عام 2018 هو عام الشيخ زايد واكتملت المئوية التي نعيش فيها الآن، أن تأتي هذه المئوية مع السيرة العطرة لسيدنا رسول الله، فحملت رمزية أخرى وهي الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، وهو الأسوة الحسنة. وكأن القدر أراد أن يسوق لنا معنى في هذه المئوية. هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه السيرة النبوية العطرة، من ارتشف منها ومن أخذ منها ونهج النهج سار على الدرب ونجح. ولذلك عظمة هذه السيرة العطرة لهذا الحاكم أنه استطاع أن يولد مشارب ويولد مدارس فكرية جعلت الإمارات نموذج يحتذى به. الجانب الآخر الذي نحب أن نطرحه، كلما غاصت في سير الرجال تجد أن لكل زمان رجاله، وأحيانا في عداد الأفراد شخص يصبح أمة. والقرآن علمنا وكان إبراهيم أمة. ولذلك ما أحوجنا في هذه المرحلة أن نجد قدوة حديثة نطرحها للمجتمع كقيادة واعية فاهمة مدركة تستطيع أن تكون نموذج للقيادات التي تريد أن تنهض بشعوبها وأن توحد الدوائر وأن تتعامل مع قواسم مشتركة. هو كان يتعامل مع القواسم المشتركة. وكما أن للرجال معادن فللرجال مواقف، ومواقف الشيخ زايد كانت مواقف الحقيقة يضرب بها المثل. في حرب 73 هو أول من رفع شعار البترول كسلاح، وهو أول من قال أن لا يمكن أن يكون البترول أغنى من الدم العربي. وأذكر صحفي سأله سؤال، قال له مش خايف الدول الكبيرة تمكر بيك وتزيل عرشك وتزيل حكمك؟ فرد الشيخ زايد رد الفطرة، قال أعظم شيء هو روح الإنسان، وروحي فداء لوطني وفداء لعقيدتي وفداء لمبادئي. ونحن أمام قضية نريد أن نورثها للأجيال، وهي قضية عادلة، والقضية العربية. كان عروبي، كان أممي، كان يتعامل مع منطق الأشياء بسلوك سوي، وكان يميزه الفطرة، الفطرة السمحاء. أردنا أن نجيب حديث في الأول كيف بدأ حياة الشيخ زايد. من أجل هذا فنحن اليوم اجتمعت هذه القلوب على قلب رجل واحد، لا تمثل جهة ولا تمثل هيئة ولا تمثل حكومة ولا لكننا يمثل بعضنا بعض من كل فئات المجتمع، من الفنانين، من الأطباء، من المستشارين، من كل المجتمع. وهي دي الرمزية اللي بتجعل هذا الصالون بيعبر عن لسان حال المجتمع، لا يعبر عن جهة بعينها ولا، لكن يعبر عن منطلق شعبي جماهيري إحساس. وعلمنا سيدنا رسول الله في كتابه الكريم حينما خاطبه المولى عز وجل قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن قضية القلوب هذه قضية لا يملكها إلا المولى عز وجل. حتى سيدنا رسول الله على عظمته قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فإذن القلوب بين أصابع الرحمن يحركها كيفما شاء. وأنا أثق أن كل من جاء وكل من تكلم وكل من حاور هو بيعبر عن وجدان متحرر ليس فيه أي نوع من أنواع التزايد. الرجل في ذمة الله، الرجل في عالم الآن يعيش بين بارئه وخالقه ومقدره، ونحن ندرك وحسن ظننا بالله أنه في الفردوس الأعلى مع الصديقين والنبيين والشهداء، وترك ذرية صالحة بعضها من بعض تتولى المسؤولية وتعيش وتكمل الرسالة. ليس أعز على الإنسان من نفسه إلا الرسالة يؤمن بها، أو عقيدة يعتنقها، أو وطن غالي يرخص في سبيله الغالي والنفيس. وكان الشيخ زايد صاحب رسالة، وكان الشيخ زايد صاحب عقيدة، وكان الشيخ زايد وطني، صاحب وطن. خلق نموذج المدخلات فيه ضعيفة جدا إلى مخرجات عظيمة، وعظمة الإنسان بقدر مدخلاته وكمية مخرجاته. فهو بمدخلات قليلة مجموعة عبارة عن قبائل شتات يوحد من بينها فيجعل منها الإمارات، ويجعل من هذه الإمارات مقصد وقبلة للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والسلوك الحديث الغريب اللي لازم نطرحه لأنها عقدية صعبة جدا. أن هذا الرجل وازن بين أمرين، وازن بين الموروث الثقافي والعقائدي الذي هو يتمسك به ويتمثل في شخصيته دون أن يكون أسير ليه. ودي على فكرة عبقرية النظام الذي يحكم الإمارات الآن والذي ورثه لأولاده، ما هوش أسير لكل الثقافة والأنظمة، بالعكس هو حافظ عليها، حافظ على كل موروث الثقافي ده من غير ما يكون أثير ليها. وتطلع إلى الحداثة والتطور والنمو والتقدم في كل بلاد العالم، أخذ من كل بلاد العالم دون أن يفتن بيها. فبين عدم الفتنة بما هو آتي وبين عدم الأسر فيما هو ماضي أوجد منظومة غريبة يضرب بيها المثل، هي دولة الإمارات. هذا هو الشيخ زايد، هذا هو عظمة الشيخ زايد. عشان كده لما بدأت بالآية الكريمة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قلت أننا لا ندافع بألسنتنا لكن ندافع بقلوبنا، لا ندافع بالحجة والمنطق والاقتناع فحسب، لكن ندافع بالمشاعر والأحاسيس الصادقة التي وهبها الله لهذا الرجل لأنه أهل لها ويستحق لها. هذه المقدمة البسيطة أردت أن أضع الناس على قدر منازلهم، ولقد أمرنا رسول الله أن نعطي للناس منازلهم. لكن اسمحوا لي أن أنا باسم صالون المحور أن أنا أرحب بمعالي السفير. طبعا تشريفه النهاردة ده شيء يعني غالي علينا جدا، وإن دل على شيء إنما يدل على إنها تلبية لدعوة صادقة جاءت من وجدان متحرر لمجتمع مدني كل تطلعاته وكل طموحه وكل أماله في حب صادق ليطرح هذه الرؤية على العالم العربي. وما أحوجنا في هذه الأيام أن نتوحد وأن نجد قواسم مشتركة بيننا، وما أحوجنا في هذه الأيام أن نطرح نماذج للمجتمع تكون قدوة وأسوة لشعوبها ولناسها، وما أحوجنا في هذه الأيام أن نسجل سيرة عطرة لرموز عربية تعطي للعالم فعلا معنى الأصالة العربية ومعنى الخلق القويم التي جاء بها محمد بن عبد الله، الذين شوهوه. كم من دماء سفكت من غير سبب، كم من أرواح زهقت بغير حق تحت زعم هذا الدين، والدين منهم براء. وكلنا يعلم أن سيدنا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. معالي السفير، جمعة مبارك. هذه فعلا جمعة ومباركة أننا نتطلع في هذا اليوم الجميل أن نرد شيء من الدين لهذه الأمة ولمواقف الرجال ومواقف الشيخ زايد، مش مع مصر بس، مع العرب كلهم، بس مواقفه مع مصر كانت فيها أصالة وكانت فيها عروبة وكانت فيها فعلا نوع من أنواع الحب والتقدير لهذه الأمة. ولذلك تظل مصر والمصريين مدينين لهذا الرجل. ومن هنا ومن هذا المنطلق ومن المجتمع المدني سوف يتم الآن تجهيز لموسوعة مسجلة مكتوبة لهذا الزعيم ومتلفزة أيضا، يعني موسوعة مكتوبة وموسوعة مصورة تحكي لهذه الأمة تاريخ النضال وكيف أسست دولة على الحق وكيف أسست دولة فنمت وكان لها أثاره على أهلها وعلى الناس اللي فيها. هذا صالون في حب الشيخ زايد وفي حب الإمارات، وإذا صادف هذا الصالون أن يكون في المولد النبوي الشريف، وإذا صادف هذا الصالون أن يكون عام 2018 هو عام الشيخ زايد، فالشيخ زايد في شخصيته ملامح كثيرة. هو شاعر وله مؤلفات شعرية ترجمت إلى اللغات، والشيخ زايد رجل يعيش على الفطرة. لكن أهم ما أوجده الشيخ زايد وأهم نتاج ليه الحقيقة أنا بعتقد أولاده ومدرسته اللي نهجوا بعده ومشوا على الضرب، هي دي الحقيقة الثمرة الحقيقية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فكانت تقوى الله ظهرت في أبنائه، ظهرت في حب شعبه، ظهرت في حب المحيط اللي احنا الواسع الاتساع. لم تجتمع أمة عربية على زعيم مثل ما اجتمعت أمة عربية على الشيخ زايد. لم تجتمع قلوب الناس على محبة شخص زي ما اجتمعت قلوب الناس على محبة الشيخ زايد. من هنا فأنا بأبلغ سيادة السفير أن يبلغ كل الحب والتقدير لأهل هذه المنطقة إلى دولة الإمارات، شعب ورئيس وزعيم وأسرة، وأيضا على رأسها حكيم العرب الشيخ زايد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أني أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ حسن على هذه المبادرة الجميلة والجيدة للاحتفاء بالشيخ زايد في مئويته. وأيضا نحن في هذه الأيام نحتفل في دولة الإمارات بالعيد الوطني 47. وطبعا مو بغريب على الأستاذ حسن وعلى الشعب المصري محبتهم للشيخ زايد. الشيخ زايد حب المصريين والمصريين بادلوه بنفس الحب. وفي الإمارات احنا اعلنا عام 2018 عام زايد، وهنا في مصر لاحظت أن هناك في احتفالات كبيرة جدا من مختلف الجهات، وكتبت مقالات من كثير من الكتاب أو من المفكرين في حب زايد. تحدث الأستاذ حسن في البداية عن أن زايد بالفطرة، وأنا أحب حقيقة إحنا على أساس نعرف زايد يجب أن نرجع ونشوف كيف زايد البيئة اللي نشأ فيها وعاش فيها الشيخ زايد طيب الله ثراه. الشيخ زايد ولد عام 1918، وعلى فكرة في نفس العام هذا ولد الزعيم جمال عبد الناصر، وولد الزعيم أنور السادات، وولد أيضا الزعيم نيلسون مانديلا في نفس العام. الشيخ زايد ولد في أسرة تحكم إمارة أبو ظبي، شيوخ على عشيرتها لهم مكانة بين القبائل، فنشأ وتربى في أسرة لها مكانتها ولها تقديرها ولها احترامها، وأيضا قبيلة عربية بدوية. المجتمع اللي عاش فيه تعلم فيه صفات العربي الأصيل، الكرم، الشجاعة، حب أخوانه العرب وأبناء عمومته. وأيضا الأسرة أسرة محافظة، أسرة محافظة، فبنت فيه أيضا الصدق وحب الآخرين، الكرم. أيضا تعلم الشيخ زايد طبعا كتب الشعر، ومارس أيضا رياضات اللي كانوا يمارسوها العرب من الفروسية، الصيد، كانت هذه هوايات. البيئة اللي تربى فيها وتعلم من أهله ومن الشيوخ اللي معاهم، وكيف يحلوا قبائل، حلوا أي مشاكل بين القبائل، فهذه بنت عنده الشخصية. تعين الشيخ زايد كنائب للحاكم في مدينة العين، في وقتها كان الحاكم الشيخ شخبوط أخوه، وهو تعين كنائب للحاكم في مدينة العين، ومدينة العين هي ثاني أكبر مدينة في إمارة أبو ظبي. نحن نتكلم في الأربعينيات من القرن الماضي، يعني كانت الأوضاع مختلفة في المنطقة، في منطقة الخليج العربي كانت قبائل عائشة، ما زالت هناك في صراعات قبلية بينهم. فالشيخ زايد كان في وجوده كان يحل المشاكل بين القبائل، وتعلم كيف أن يبني هذه المدينة أنها تعيش بسلام. وأصبحت مدينة العين اللي يحكمها الشيخ زايد ويديرها الشيخ زايد مدينة واحة للسلام، تسمى واحة العين، وكانت واحة للسلام هو بعده في بدايته. فهنا نمت عند الشيخ زايد كيف دائما يحل القضايا بين الاختلافات بين القبائل، وأن إذا حل السلام بين القبائل المدينة تقدر تتطور وتتحسن، يتحسن الوضع فيها. في 1966 استلم مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي، وفي الوقت هذا كان ظهرت نهضة البترول. الشيخ زايد زار دول خارج الإمارات، وشاف النهضة في البلدان الأخرى. كانت المدن الأخرى حتى المدن الخليجية متطورة أكثر من أبو ظبي، كانت أبو ظبي قرية صغيرة ما فيها حاجة. فالله أنعم عليه بالبترول. الشيخ زايد عنده هدف أنه يبني مدينته والإمارة اللي يحكمها وتكون مثل المدن الأخرى الخليجية وأفضل، فبذل جهد كبير جدا في تطوير مدينته والإمارة اللي يحكمها. وسبحان الله من 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 الحياة اللي عاش فيها والفطرة اللي فيها، بالرغم أنه ما تخرج من جامعات ولا حاجة، ولكنه كان رجل لديه استراتيجية عالية جدا، فعرف بأن لو احنا كل إمارة استغلت لوحدها بتكون ضعيفة، ولا بد من أن الإمارات هذه تتحد. فسعى بفكرة توحيد الإمارات، وبذل جهد جدا كبير في الإمارات السبع اللي احنا نشوفها اليوم، الإمارات العربية، وأيضا كانت من ضمنها البحرين وقطر. فكانت استراتيجية مهمة أن لابد من توحيد الإمارات هذه، واستطاع بالحكمة اللي عنده أن يقنع الشيوخ أنهم يتحدون كلهم، وأعلنوا الاتحاد في سنة 1971. الشيخ زايد رأى بأن الإنسان أهم حاجة، أهم ما يملك هو الإنسان، ولا بد من أن يطور هذا الإنسان. كانوا أهلنا في الإمارات عايشين يعني قبائل في رحل، بعضهم يعني ليسوا في مدن، فبدأ يبني المدن السكنية على أساس أن الناس تستقر في مدن، وبدأ يبني المدارس والمستشفيات، وكان يشجع 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 الناس أنهم يرسلون أبنائهم للمدارس، كان يعطيهم حتى يعني مبالغ وكذا بس على أساس أن يدرسوا أولادهم ويعطوا الفرصة، لأنه كان يرى بأن أهم حاجة الآن يبني الإنسان. فبدأ في الإنسان، اهتم كثير جدا. الحمد لله أنا شخصيا عندي تجارب، لما كنت صغير كنا حتى نشوف الشيخ زايد بين الناس عادي، يعني نشوفه. وكانت عنده رؤية وحلم ما كانوا الرجال اللي عنده وعايشين معاه يصدقوا أن الإمارات ممكن تصبح بهذا، بس كان هو يشوف الإمارات كيف بتكون. كان يقول لهم أنتم في العين، من العين إلى أبو ظبي بتشوفوا الدنيا كلها خضراء. قالوا له هذا حلم، ما فيه طريق شارع بين المدينتين مو موجود، صحراء، كيف حتحولها إلى خضراء؟ قال بحولها كلها. فسبحان الله يعني عنده من الناحية السياسية عنده استراتيجية عالية جدا، يعني بنى اتحاد وعرف بأن قوة الإمارات وقوة الدولة هذه بتكون من خلال الاتحاد. كانت عنده أيضا نظرة حتى بيئية، فبدأ في مشروع الزراعة، فعمل زرع الأراضي وكافح التصحر. عنده يعني حتى هندسية، بدأ في البنية التحتية، أنشأ بنية تحتية قوية جدا في دولة الإمارات. فبدأت الإمارات تصعد. الفطرة اللي عايش عليه الشيخ زايد من البداية كرجل عربي مسلم خلته أنه يهتم بشعبه وأيضا ينظر للآخرين، فكان دائما يحب يساعد الآخرين. الدول الأخرى يعني أيا كانت كان دائما يقدم المساعدات للمحتاجين، ويقدم المساعدات للدول، وما كان يقدمها لهدف أنه بيحصل موراها مردود مباشر، لا، كان يعمل الخير لأن يرى بأن أنا عندي خير فلا بد أني أشارك الآخرين، أشارك إخواني العرب، أشارك إخواني الدول الإسلامية، وشارك أيضا الدول الأخرى من الناحية الإنسانية. الشيخ زايد طيب الله ثراه أيضا كان يتقبل الآخر، منذ كان يعني ممثل للحاكم في مدينة العين. كانت يعني ما في حتى مستشفيات في مدينة العين، وكانت مثلا أكثر عمليات الولادة، أكثر الأطفال اللي يولدوا نسبة عالية منهم كانوا يموتوا وما يحصلوا علاج. وأيضا حتى الأمهات في 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 حالات الولادة كانت نسبة عالية يمكن توصل إلى 25% أن يتوفى، يعني لما تحتاج عملية قيصرية ولا تحتاج حاجة ما في شيء مستشفى. فجت مجموعة من الكنيسة وقالوا بنفتح مستشفى، قالوا أهلا وسهلا، فتحوا مستشفى وتعالوا بنتعامل. بعض الناس تخوفوا وقالوا ممكن هذا اللي بيغيروا لكم دينكم وكذا، قال احنا عندنا عقيدة ومتأكدين منها لن نتغير، نستفيد من الآخرين. بعد استغلال دول المنطقة كان هناك فكر بأنها يعني احنا ما نتعامل مع الإنجليز وكذا على أساس تكون عندنا نوع من الاستغلالية. قال اللي يبغي ما يتعامل مع الدول الأخرى هذا شيء راجع له، لكن أنا في الإمارات بتعامل مع الآخر، إذا كنت أي حاجة أحتاج لها بتعامل مع الآخر، لن أتوقف أني أتعامل مع الدول الأخرى. فهو حقيقة دائما كان يتعامل مع الآخرين ويتقبل الآخر، احترم كل الجاليات اللي موجودة وعايشة في الإمارات. إذا كانت عربية مسلمة غير مسلمة، أعطاهم كلهم كافة حقوقهم بدون أي تمييز. طبعا الشيخ زايد كان يعني ينظر إلى الوطن العربي، وكانت القضية الفلسطينية دائما يعني هاجسه الأول، وكان يدافع عنها في كل يعني في كل مراحله. أنا أذكر مرة كنت مرافق وزير الدفاع بريطاني، وجاء وقابل وكان يطلب مقابلة مع الشيخ زايد، ودخلت أنا معهم، يعني كنت حضرت الاجتماع، وكان ينتظر هذاك الضيف أن ممكن الاجتماع من 10 دقائق إلى 20 دقيقة. الاجتماع أخذ حوالي ساعة. تحدث الشيخ زايد يمكن 10 دقائق على العلاقات الإماراتية البريطانية، والوقت المتبقي كان يتحدث عن القضية الفلسطينية وكيف يجب أن الدول تقف مع الفلسطينيين وتدعمهم. الشيخ زايد طبعا أحب مصر، ومصر دائما كانت في باله. أحب مصر لأن مصر أيضا لها أفضال، يعني أو منذ قيام الاتحاد في سنة 1971 كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام الاتحاد، وأرسلت المهندسين والأطباء والمدرسين اللي ساهموا. وإحنا نشوف اليوم يعني المدن في الإمارات، أكثر هذه المدن وضع المخطط الأساسي لها مهندسين مصريين حقيقة، وإحنا درسوني، وأنا شخصيا درسوني، ولهم أفضال كثير علي. يعني هم ما كانوا مدرسين، أنا أعتبرهم كانوا مربين لنا، ربونا أكثر من أنهم درسونا، كانوا مهتمين فينا كأننا أولادهم يعني. فمصر أيضا وقفت مع دول المنطقة، والشيخ زايد كان يعرف جيدا ثغل مصر ودور مصر وأهمية مصر للوطن العربي، فكانت مواقفه دائما مساندة لمصر. ومثل ما شفنا في الفيلم، ومثل ما تحدث الأستاذ حسن، يعني مواقفه في حرب أكتوبر الكل يشهد لها، لما اجتمعوا وزراء البترول وقرروا خفض نسبة الإنتاج، إنتاج البترول، وجابوا للتقرير بأن هذا القرار على أساس أنها دعما للمجهود الحربي. قال هذا أنا ما أرضاه أبدا، أنا اللي أقرر أني أوقف تصدير النفط للدول المساندة للكيان. فأعلن وقال كلمته المشهورة: البترول العربي ليس بأغلى من الدم العربي. وحقيقة طبعا يعني في كلمات له مشهورة في حبه لمصر، مثل ما قال أنها مصر هي قلب الأمة العربية، والأمة العربية لن يكون لها وجود بدون القلب. وأيضا أوصى حقيقة أبنائه، ونحن لما نقول أبنائه زايد هم ليسوا فقط أبنائه الشيخ خليفة والشيخ محمد الله يحفظهم، كل أبناء الإمارات هم أبناء زايد. فوصيته حقيقة احنا كلنا أخذناها، واحنا نرى اليوم أن كل الإماراتيين يحبوا مصر، وكل الإماراتيين دائما يعني يقفون ويساندون مصر. والحمد لله هناك حقيقة أنا كسفير هنا في القاهرة عارف المستوى الكبير في العلاقة على كل المستويات، على المستوى القيادي السياسي، وعلى المستوى الاجتماعي. هناك الحمد لله تعاون في كافة المجالات. ف يعني العلاقة حقيقة وطيدة من كل النواحي ومستمرة. أكرر مرة ثانية حقيقة شكري للأستاذ حسن على استضافتنا اليوم هنا في هذا الصالون العامر، والشخصيات والمفكرين ومختلف الناس اللي موجودة، ومحبين الإمارات ومحبين للشيخ زايد. شكرا لكم. هنروح للأستاذ هاني شاكر، نسمع بقى منه نغم جميل. تسألي انت بالنسبة لي ايه؟ لا لا يا حبيبتي اطمني، الجواب عندي تلاقيه. هو انت لسه بتسألي انت بالنسبة لي ايه؟ لا 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 يا حبيبتي اطمني، الجواب عندي تلاقيه. لما تجري جوا دمي، لما تبقي كل همي، لما اعيش وياكي حلمي، تبقي بالنسبة لي ايه؟ لما ضلك يبقى ضلي، وتبقي اجمل شيء فاضلي، اما اسهرلك تملي، ويا طيفك يبقى ليه؟ لما اتحدى الدنيا عشانك، لما اتعذب من احزانك، لما اوهبلك وانت مكانك كل اللي انت بتتمنيه. لما اتحدى الدنيا عشانك، لما اتعذب من احزانك، لما اوهبلك وانت مكانك كل اللي انت بتتمنيه، كل اللي انت بتتمنيه. لما الاقي الشوق صاحبني والحنين ليكي غالبني، يبقى ايه اللي غاصبني غير هوا بلاقيني فيه؟ واما قلبي يدق دقه من حنين وحنان ورقه، والقى روحي ليكي سابقه عالمكان اللي انت فيه. واما اعيش واحلم بدنيا انت نورها بكل ثانيه، يبقى اي مش معاكي تسوى ايه؟ واما اعيش واحلم بدنيا انت نورها بكل ثانيه، يبقى اي دنيا تانيه مش معاكي تسوى ايه؟ مش معاكي تسوى ايه؟ ثانية تفوت عليا وانتي مش قدام عينيا، كل شيء في الدنيا دي يبقى صعب وقاسي ليه؟ مش بقولك يا عيوني مستحيل ابدا تهوني، انتي احلامي وكوني والهوى اللي بعيش عليه. يا جنوني واشتياقي لما بتغرب بلاقي قلبك انتي جنب قلبي خاف عليه. يا جنوني واشتياقي لما بتغرب بلاقي قلبك انتي وحده باقي جنب قلبي خاف عليه، جنب قلبي خاف عليه. لما بنسى عمري قبلك واتولد لحظة ما قبلك، وقلبي يبقى ملك قلبك والغرام مكتوب عليه. لما اقولك مهما اقولك برضو مش هقدر اقولك انتي على بعضك وكلك احلى حلم حلمت بيه. لسه برضو بتسأليني، ده انتي قلبي وانتي عيني وانتي روحي ونور سنيني، عايزة تاني اقولك ايه؟ لسه برضو بتسأليني، ده انتي قلبي وانت روحي ونور سنيني، عايزة تاني اقولك ايه؟ عايزة تاني اقولك ايه؟ اقولك ايه؟ مصر والامارات حبايب، والمحبة اساسها زايد. مصر والله غالية عنده، والكرم في بلاد سايد. نظمت سفارة الإمارات العربية المتحدة احتفالية بذكرى قيام الاتحاد الذي تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، حيث أقروا دستور ينظم الدولة ويحدد أهدافها. بالاحتفال بالعيد الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات هنا في القاهرة، بوجود مميز من على رأسهم طبعا معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير جدا من الوزراء الحمد لله، ومفكرين وفنانين وكذا. الإمارات طبعا اليوم تحتفل عيدها الثامن والأربعين بإنجازات كبيرة تحققت خلال الفترة الماضية، وخلال عام التسامح هناك كثير من الأشياء اللي تحققت، وعلى رأسها زيارة البابا بابا الفاتيكان، وأيضا تواجد فضيلة الإمام شيخ الأزهر، وأيضا من الإنجازات التي تحققت وصول أول رائد فضاء اللي هو هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء العالمية. ودائما الحمد لله هناك إنجازات تتحقق سنويا في الإمارات. ألف مبروك وكل عام وأهل الإمارات بخير، وشكرا لأشقائنا في مصر مشاركتهم لنا فرحتنا بالعيد الوطني الثامن والأربعين. الإمارات بالنسبة لنا تعتبر وطن أول، لأن مصر وطن أول وهي برضو وطن أول، يعني مفيش حاجة اسمها وطن تاني، دي وطن. وبعدين علاقتنا بالشعب الإماراتي علاقة عريقة. الشيخ زايد ده يعتبر رمز من رموز الأمة العربية. أولا هو حكيم العرب، ثانيا قيادة وقدوة، إنسان مفكر، إنسان أثبت أن الفطرة والتجربة اللي أقام بيها دولة الإمارات ووحد بيها الإمارات تجربة رائدة، فعلا تعتبر تجربة عربية رائدة. ولذلك أنا بعتبر أن المدخلات والمخرجات هي التي تبين عظمة الشخصية، فمدخلات الشيخ زايد كانت قليلة جدا وضعيفة جدا، أخرج منها دولة متقدمة متحضرة، ولذلك هذه هي عبقرية الشيخ زايد. ثم خلق مدرسة بعده، هذه المدرسة تستطيع أنها تنهج نهجه وتكمل رسالته، وهنا برضو يبرز عبقرية الشيخ زايد في المدرسة اللي أوجدها وفي أولاده من بعده اللي هم فعلا بيكملوا الرسالة بتاعته. النهاردة لما نبص الإمارات نموذج حضاري جديد في الأمة العربية، قبلة لأي حد بينشد تقدم وتطور. وبعدين في فترة زمنية قصيرة جدا حدث هذا التطور. في يوم الإمارات الوطني بهني كل شعب الإمارات، بهني كل شيوخ الإمارات، بهني الشيخ محمد بن زايد، الشيخ هزاع، الشيخ محمد بن راشد، كل المشايخ اللي هم فعلا أثبتوا أنها قيادة وقدوة وأنهم علامة فارقة في تاريخ هذه المنطقة، مش بس الإمارات، في منطقة الخليج كلها، لأنه نموذج حضاري متحضر، نموذج ثقافي جديد. كمان الإمارات مش بس النموذج، بصي القانون فيها محترم إزاي. أنا الحقيقة وزارة السعادة لا لا، الإمارات نموذج حي نابض معتدل، بيدي الإسلام المعتدل، حاجة حقيقة تشرف. ولذلك أنا لازم أكون حريص على أن أنا أحضر وهني هذا البروتوتايب في العالم العربي اللي أنا بحس أن أنا فعلا جزء منه. ولذلك بقول لك وطني الأول، أن أنا ليا مشروعاتي في الإمارات، وليا تواجدي في الإمارات، وليا بيت زي ما ليا بيت في مصر، ليا بيت في الإمارات. يا بلدي عشت حرة وليكي هيبة، روحي لو حنت تنادي تنادي إمارات بلادي، من بلاد النيل ترفرف على العروبة في كل وادي. هذه ترجمة لقوة العلاقات اللي تربط بين دولة الإمارات ومصر الشقيقة. ممكن تريها الحين على مستوى الشعب، وجود أشقائنا المصريين أنهم يالتين يشاركون في هذا الحفل، هذه تحدد أيضا الحلاقة على مستوى الشعوب في حد ذاتها. العلاقات الإماراتية المصرية هي استراتيجية نموذجية تاريخية، أرسى دعائمها الشيخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أبونا الشيخ زايد الله يرحمه. وإحنا كملنا وكملها الشيخ خليفة بن زايد، وأيضا هي كمل مسيرتها القادة في دولة الإمارات. كل سنة وانتم طيبين لكل أهلنا وإخواتنا وحبايبنا في الإمارات، الحكومة والشعب ودايما في خير وتقدم ورخاء. وجودي النهارده بناء على دعوه تقدمت من سفاره الامارات ومعالي السفير، فلازم نكون مشاركين في اليوم الوطني لدوله الامارات، لانه شعب الامارات ودوله الامارات من احب الشعوب لمصر. لازم نكون موجودين ونحتفل معاهم بالعام ال 48، واتمنى ان شاء الله في كل سنه اكون موجود معاهم وعقبال السنه ال 148 والامارات دايما في خير ورخاء وتقدم اكتر واكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه معاني بنهديها إلى روح الشيخ زايد. الصالون النهارده زاخر، وعلى رأس المدعوين أستاذنا الدكتور مفيد شهاب. أستاذنا الدكتور مفيد شهاب طبعا يعني غني عن التعريف، وهو الحقيقة زهرة هذا الصالون اليانعة، ودائما يتحفنا بمداخلاته ويتحفنا بتعليقاته، ودائما نسمع منه ونتعلم. طبعا أنا هبدأ أعدد لك الناس اللي موجودين في الصالون: مستشارين وأصحاب الفكر وأصحاب الرؤى، وكلهم ناس الحقيقة يعني أشرف بأنهم يعني يتواضعوا ويجوا هذا الصالون. لكن تسمح لي إن احنا نبدأ مع أستاذنا الدكتور مفيد شهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أعبر عن سعادتي الكبرى لهذه الدعوة الكريمة من أخي وصديقي الدكتور حسن راتب، والسعادة أيضا على وجه الخصوص أن تكون مع هذه النخبة المتميزة ممن يحضرون إلى هذا الصالون يتناقشون في قضايا وطنهم وأمتهم العربية بحلوها ومرها. ولحسن الحظ فنحن اليوم في أمسية حلوة سعيدة في سيرة عطرة لزعيم عربي نعتز به ونفتخر ونأخذ منه الدروس. الحقيقة بعد ما استمعت لكلام الدكتور حسن وكلام سعادة السفير جمعة مبارك والفيلم الوثائقي الذي شاهدته، أجد أن المسألة لم تعد تحتمل أن أعدد ما قام به الشيخ زايد، وقد أصبح معلوما لنا جميعا وموثقا ونعتز به. وإنما لعلني أحاول أن أستعرض بعض الخواطر السريعة أو الدروس المستفادة من هذه المسيرة. وقد عايشت الإمارات العربية المتحدة سنوات طويلة، إما كقائم بالتدريس في كليات القانون في دبي وفي أبو ظبي وكليات الشرطة، وإما كمستشار قانوني للشيخ زايد لفترة، خصوصا فيما يتعلق بالخلاف حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وكنت مستشارا للوفد الإماراتي في مفاوضاتي حول هذه القضية، وإما كمحامي لإحدى الإمارات وهي إمارة الفجيرة في نزاع كان بينها وبين إمارة أخرى رأس الخيمة حول الحدود. من كل هذه الظروف ومما شاهدته بعيني، والحقيقة لا يمكن لأي إنسان لم يعني يعيش تجربة الإمارات ويعايش الإماراتيين ويتحدث معهم ويتردد ما بين أبو ظبي ودبي والشرقة وأم القوين وراس الخيمة والفجيرة، ويعايش هؤلاء الناس، لا يمكن أن يكون حكمه دقيقا. المعايشة غير أن تسمع وغير أن تقرأ. أنا لعل من أهم الخواطر التي أود أن أشير إليها في البداية هو أننا نلاحظ في هذه الأيام في ظل الصراعات الدولية الكبيرة أن دور القيادات بدأ ينمو بطريقة ملحوظة. لم تعد المسألة مسألة مؤسسات وبرلمانات وجمعيات واتحادات، إنما القيادات، الرؤساء أصبح لهم دور أساسي في قيادة أوطانهم. ولعل ما نشاهده الآن من موقف الرئيس الروسي، الرئيس الأمريكي، الرئيس الفرنسي، يبين أن القائد عليه مسؤولية خاصة. وهنا القائد قد يكون الرئيس، قد يكون رئيس الوزراء، الوزير، كل القيادات. وعندما نقيم القيادات نقيمها على أساس حسها الوطني، كفاءتها، خبرتها، تصرفها، إلى غير ذلك. عندما نستعرض تجربة الشيخ زايد فهو أن هذا كله لا يكفي في مواصفات الحاكم أو المسؤول أو القائد، إنما أهم ما يلزم هو أن يكون حكيما في المواقف الصعبة الحساسة، يستطيع أن يعطي التصرف الغير انفعالي الذي يوازن بين كافة الاعتبارات، الذي يراعي كافة الظروف. والشيخ زايد رحمة الله عليه كان نموذجا فيما تمتع به من حكمة، وكان طبيعيا أن يطلق عليه حكيم العرب. الخاطر الثاني هو نضال هذا الرجل على فطرته في بناء هذا الاتحاد، اتحاد الإمارات العربية المتحدة، الاتحاد السباعي. وقد حاول بكل قوته أن يكون اتحادا تساعيا، وأعد مشروع الدستور للاتحاد تساعي، وقد كان لي حظ أن أكون ضمن فريق مما عملوا مع دكتور وحيد رأفت وغيرهم بالنسبة لهذا المشروع الأول. وكنت أنا أصغر المجموعة، كنت مدرسا في كلية الحقوق آنذاك. وعد المشروع التساعي، وبعد ذلك قال لهم الشيخ زايد: أنا متحمس له، ولكن اختيارا وليس جبرا وليس بالقوة. لن أقبل أن يقوم الاتحاد بالقوة ولا بالفرض، ومن ما زال مترددا فليترك. وبالفعل آثرت البحرين وقطر أن تخرج من الاتحاد دون أن يغضب الشيخ زايد ودون أن يحاول الضغط عليه. وجاءت رأس الخيمة أيضا وترددت في أن تبقى أم لا، فدعاها أن تفكر، وأعلن أنه سيعلن قيام الاتحاد في 71، ورأس الخيمة لم تكن قد حسمت أمرها ودخلت متأخرة في 72، وأصبح الاتحاد بعد ما كان 6 أصبح 7. الدرس المستفاد أنه آمن بفكرة الاتحاد، ولكنه آمن أن هذا الاتحاد لا يقوم إلا بالرضا وبالاختيار وبالقناعة، وليست المسألة مسألة ظروف موضوعية تقتضي الاتحاد، نعم، ولكن الأهم أن يرضى ويؤمن به. ولهذا احنا في عالمنا العربي شهدنا عدة تجارب للاتحادات: الجمهورية العربية المتحدة، اتحاد الجمهوريات العربية، الاتحاد المغاربي. لم ينجح في العالم العربي تجربة اتحاد إلا اتحاد الإمارات العربية المتحدة، تجربة قامت على الرضا وعلى القناعة، واستمر السنوات، تتأصل وتزداد قوة عاما بعد عام. والبعض يقول ستحدث خلافات، الحمد لله بوعيهم الاتحاد يزداد قوة وبرضا تام بين الجميع. الحاجة الثانية، الخاطر الثالث اللي يقول في فكري الآن، إن إحنا بنبص للإمارات ونشوف ماذا حدث في دبي من نهضة وعمران وتنمية واقتصاد دون أن نفكر أن كانت هناك مشاكل كثيرة. موارد النفط كيف تستغل، المقيمين من جنسيات متعددة كثيرة تفوق أحيانا في أعدادها عدد المواطنين الإماراتيين، ومع ذلك الاتحاد قائم وقوي. كيف تعاملوا مع مشكلة المقيمين متعددي الجنسيات المختلفة المتباينة؟ كيف تعاملوا مع موارد النفط واستغلالها؟ كيف أقاموا علاقات مع جيرانهم دون أن يحدث أي محاولات لاستخدام القوة أو حل النزاع بالقوة؟ وأنا هنا أشهد أن فور قيام الاتحاد استغلت إيران انشغال الإمارات في قيام الاتحاد والفرحة بقيامه، فاستولت على 3 جسر إماراتية. وهنا كانت درس صعب على الإماراتيين وهم يشعرون بالفرحة لقيام الاتحاد أن يجدوا الجزر تسلب منهم، ولكن الشيخ زايد صمم أنه مع إعلان الاتحاد ومع التوجه للأمم المتحدة لابد أن يعلن أن الإمارات ترفض هذا الاحتلال وأن هذه الجزر إماراتية وستبقى إماراتية. وحتى الآن على جدول مجلس الأمن سنويا مطالبة الإمارات بالجزر الثلاث. إيمان الشيخ زايد بأن الحل لابد أن يكون بالرضا وبالتسوية الودية. أذكر في نزاع على الحدود بين راس الخيمة وبين الفجيرة، وكنت محامي للفجيرة وقابلت الشيخ زايد وجلست معه. قال لي أنت قانوني محامي؟ قلت له نعم. قال لي هتعمل إيه؟ قلت له درست جزئين، جزء متعلق بالاختصاص، المحكمة المختصة هي المحكمة الاتحادية العليا الفيدرالية في أبو ظبي للأسباب الآتية: الوضع القانوني هذه المدينة المختلف عليها مسافي وغيرها كده، هذه تدخل في نطاق الفجيرة. قال لي اسمع، أنا لا أريد أن يكون القانون سببا لزيادة الخلافات بين الإمارتين. إذا استمريت في دفاعك عن إمارة دون أخرى، إذا استمريت في توجهك للمحكمة، فستحكم لإحدى الإمارتين وفي النهاية ستقوم خصومة بين الإمارتين، وهذا ما لا أرضاه. أنصحك يا ابني أن يكون دورك أنك تشرح للطرفين حكم القانون حتى تقنعهما بالرضا بأن القانون حكمه كذا وكذا. وأنا أذكر هذه الكلمة: ليكن القانون وسيلة لإقناع الأطراف وديا، وليس وسيلة لإجبار أحدهم أو الحكم لصالح أحدهم ضد الآخر، لأن ما ينتج عنه من على الأحكام من آثار غضب أو ألم نتيجة تفوق بكثير ما يمكن أن يحققه حكم صادر لصالح إمارة دون أخرى. الحقيقة إذا أردت أن أختم حديثي بخاطرة تتعلق بمصر والإمارات، فيعني كما يقول كثيرون عندما يقولون أنا الإمارات العربية المتحدة يقفز إلى الذهن مباشرة الشيخ زايد. الشيخ زايد توفاه الله من سنوات، ومع ذلك حتى الآن الإمارات بالنسبة لنا كمصريين الشيخ زايد. إنما يعني ميزة الشيخ زايد أن ما بثه من حب لمصر نقله لأولاده. عيال زايد، وهو لفظ يقال هناك كثيرا أولاد زايد، عيال زايد، بث فيهم كل القيم التي آمن بها: إيمانه بالعروبة، إيمانه بالقضية الفلسطينية والدفاع عنها، إيمانه بالاتحاد، إيمانه بأن الاقتصاد ليس هو كل شيء، إيمانه بالثقافة والجهد الجبار غير العادي المبذول في كافة الإمارات في سبيل نشر الثقافة وفي سبيل نشر التعليم. كل هذه القيم العظيمة توارثها أبنائه. ثم نجد السماحة والطيبة والخلق بين جميع الإماراتيين. أنا لا أريد أن أفتئت على كلام كتبته اليوم صباح اليوم الدكتورة شيرين العدوي في مقال الأهرام. أنا هذا الكلام قرأته لها صباح اليوم وهي تتحدث عن الإنسان الإماراتي. وفعلا القضية مش قضية إنجاز مادي ومعمار واقتصاد وخزانة، كل هذا شيء جيد ما نقولش لا، إنما الأهم من هذا وذاك هو الإنسان. وأجمل ما في تجربة الشيخ زايد أنه بنى الإنسان الإماراتي. سنترحم عليه باستمرار ولن ننسى مواقفه لصالح وطنه وأمته العربية، والأهم أن نستفيد من تجربته، وهي تجربة رائدة في ذكراه. نترحم عليه وندعو للإمارات العربية الشقيقة بكل الازدهار وبكل الأمن، والله ولي التوفيق، وشكرا جزيلا. يقولون إذا زادت المعرفة قلت العبارة، وهذا هو عهدنا دائما بأستاذنا الدكتور مفيد شهاب. عبارة مختصرة دقيقة، لكن مساحة المعاني فيها واسعة تتسع فعلا لكي تسجل وتكون جزء من الموثوقة والوثيقة اللي احنا إن شاء الله بنجهز لها وستخرج هذه الوثيقة، ورمزية هذه الوثيقة أنها تخرج من المجتمع. الجالسين في هذا الصالون الآن هم المجتمع المصري، دكاترة، تلفزيون، أساتذة، مستشارين، يعني كل واحد بيمثل رئيس تحرير الوفد، أحزاب. إذا إحنا بنمثل المجتمع فعلا، إحنا مش حد بذاته، إحنا المجتمع ذاته. ودي الرمزية الجميلة في هذا الصالون، أنه يمثل المجتمع، يفسح المجال للرأي والرأي الآخر، لا يتعصب لرأيي بذاته، لكننا ننشد في الآخر مصلحة واحدة بس، مصلحة هذه الأمة وخير الناس. هذه المعاني الجميلة هنشوفها مع ابن من أبناء سينا، الدكتور صلاح سلام. شكرا على هذه الدعوة الجميلة في يوم أزهر نحتفل به بمئوية الشيخ زايد، ونحتفل أيضا باستقلال، عيد استقلال الإمارات 47. وهنا لابد أن يحضرني ما قاله الشيخ زايد، أننا تعلمنا من الصحراء كيف نصبر عليها حتى يأتي خيرها. وقال أيضا أن الثروة الحقيقية ليست في المال ولا في البترول، الثروة الحقيقية في الرجال. هذه المأثورات للشيخ زايد، وما أوصى به أبنائه: إياكم والكبر، فإن التواضع يجعلكم أكثر احتراما لأنفسكم وأكثر واحترام الناس لكم. هذه المأثورات لابد أن نذكرها في هذا الرجل الذي أسس ليس فقط دولة الإمارات، ولكن أسس مجلس التعاون الخليجي، وكان أول رئيس لمجلس التعاون الخليجي برضا الجميع وليس بالانتخاب. وكان أيضا يعني سباقا إلى المشاريع الخيرية. زي ما قلت سيادتك، هو رجل عروبي، لكنه الحقيقة في الحقيقة تخطى العروبية. يعني إذا كان مد يد التعاون للبنان في 1980 ووقف الحرب اللبنانية، وفي وقف الحرب اليمنية سنة 1994، وبعث الأمل في الصومال 1992، وهكذا في أماكن أخرى. لكن إذا قلنا أنه له أيادي بيضاء على 117 دولة في مشروعات خيرية، يا إما مستشفى يا إما مسجد، في 117 دولة كانت قيمتها تصل إلى 90.5 مليار درهم. هذا الرجل ليس فقط، لو قلنا عربي، لو قلنا إسلامي، لو قلنا أفريقي، لو قلنا خليجي، 117 دولة، هو رجل رمز لرموز الإنسانية. فإن ليس فقط كان حكيم العرب، أنا ببعد نظره ورؤيته الثاقبة عندما أيد الرئيس السادات ووقف جانبه، كان يرى ما لا نراه: ليتهم سمعوا كلام حكيم العرب وفقيد العرب الرئيس السادات لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. الحقيقة أن مشروعاته الخيرية مش بس وصل للأماكن القريبة، إذا قلنا من لندن إلى نيوزيلندا إلى أمريكا، ولم ينسى حتى الصين، فعمل كلية الدراسات الإسلامية والعربية في الصين. هذا العمل يعني مستمر، وهذه هي الصدقة الجارية. ليس فقط ولد صالح يدعو له، وما أكثرهم من يدعو له، لكن علم ينتفع به. فالعلم كان في كل مركز، في كل مسجد هناك مركز إسلامي، من في المغرب، في لندن، في نيوزيلندا، في كابول، في أفغانستان، في الصومال، في أثيوبيا، في تشاد. مش هعدد، لكن يعني 117 دولة شيء فوق الوصف. يعني وزي ما قال معالي السفير، انه حتى لما أراد يحول الأرض الصحراء إلى خضراء، وكان اختير على فكرة في سنة 2000 رجل البيئة العالمي سنة 2000، لأنه أمر بزرع 140 مليون شجرة. فأنا معرفش هل الإمارات وصلت لهذا الرقم الآن أم لا، لكن كانت هذه هي الإرهاصة من الشيخ زايد حتى يومها. منع الصيد الجائر وزاد المها ومنع الصيد بالصقور وهكذا. يعني الحقيقة إذا لنعدد يعني مناقب الشيخ زايد، أنا لا أعتبره حكيم العرب فقط، ولكن هو يعني رجل من نوع خاص. هو يعني سنكتب ما قدموا وآثارهم. أعتقد أنه آثاره يعني ممتدة على دول الخليج ودول العالم عامة، يذكرها القاسي والداني. هذا الموروث العلمي والثقافي والديني والأدبي والأخلاقي والإنساني لا يمكن أبدا أن ينكره حتى الجاحد لهذه الدولة ولهذا الرجل. وعندنا مثل عرايشي بيقول: دعواتي للإمارات أن تكون دائما من زايد لزايد. شكرا. تفضل. هنروح لحزب من الأحزاب العريقة في مصر، حزب الوفد. وحزب الوفد الحقيقة من الأحزاب اللي بيحتفل بمئويته برضه، وساء القدر أن يكون موجود معانا النهارده نائب رئيس مجلس الشعب الأخ العزيز والصديق سليمان وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجه التحية لصاحب الدعوة دكتور حسن راتب راعي صالون المحور، وأيضا تحية الأخ والصديق السيد السفير جمعة مبارك سفير دولة الإمارات. تحية للسادة الحضور. يمكن احنا بنتكلم على شخصية عظيمة فرضت نفسها على التاريخ. فعلا هذا الرجل سيذكره التاريخ لما أعطاه للإنسانية والبشرية من مواقف سواء سياسية أو مواقف إنسانية، جمع بين الكل. جعل دولة عمرها 47 عام تفرض اسمها بقوة في المحافل الدولية. جعل دولة تنافس دول كثيرة جدا جدا بقالها مئات السنين والأعوام، لأن هذه الدولة قامت على فكر وعلى حكمة أسسها على أساس الحضارة الإنسانية وحضارة الإنسان، بداية من قبول كافة الثقافات، قبول الآخر بشكل يتجلى على أرض الإمارات. يمكن لما نشوف النهارده الجاليات اللي موجودة والجنسيات والأديان اللي موجودة، شايفين قانون بيعاملهم معاملة واحدة. ده يمكن بتتجلى ثقافة قبول الآخر في هذه الدولة. هذا الرجل له مواقف عظيمة يذكرها التاريخ، ويمكن الشعب المصري تحديدا عندما يتحدث أو تأتي اسم الشيخ زايد فنحن نسميه زايد الخير. هذا الرجل المعطاء وقف بجوار الدولة المصرية مش كحكومة، ولكن هو وقف بجوار الشعب المصري وأصبح في قلوب المصريين جميعا. ويمكن احنا كشعب مصري ورثنا حب الإمارات عن الشيخ زايد، فاحنا بنحب شعب الإمارات. والشعب الإماراتي أعتقد إن احنا لما بنتحدث معاهم بنلاقي أقرب شعب، على الرغم إن احنا في مسافات طويلة بينا، لكن أقرب شعب للشعب المصري هو الشعب الإماراتي. يمكن بيربطنا كتير ثقافة ودين ولغة، لكن الشيخ زايد ربط بيننا وبين الإمارات بروابط كبيرة وقوية جدا، جعلت هذه العلاقة ممتدة حتى هذه اللحظة. لما أوصى أبنائه، ويمكن مش أوصى أبنائه بس، لكن أوصى الشعب الإماراتي للحب مصر، لأنه كانوا عنده حكمة لما لقب بحكيم العرب، لأن هذا الرجل فعلا كان حكيم وكان عنده نظرة ومواقفه ثابتة. يمكن تحدثت فيها في حرب 73 وبعد اتفاقية كامب ديفيد، كان هذا الرجل له من الحكمة إن لازم يقف جنب مصر ولن يتخلى عنها، لأن كان في وقتها كان في مقاطعة من الدول العربية، ولكن هذا الرجل صد ومنع الصدمة الشديدة اللي كانت موجودة. ويمكن كان بعد كده كان ليها أثر فيها تقارب للدول العربية مع الموقف المصري فيما بعد. تحية للشعب الإماراتي، تحية لكل أسرة الشيخ زايد، هو فقيد ليس الإمارات لكن هو فقيد مصر، وسيظل الشيخ زايد حيا في مصر وحيا في الإمارات بأعماله. وبوجه التحية لكم جميعا ومتشكر جدا، وكل سنة وحضرتك طيبين. آن الأوان نسمع صوت نسائي. تفضل يا دكتورة. مساء الخير، أنا اسمي الدكتورة شيرين العدوي، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الMSA، وبشكر الدكتور حسن راتب على الدعوة الكريمة لحضور هذا الصالون المحترم جدا واللي فيه رموز كتيرة نفخر ويعني نشرف أن نجلس بجوارها. طبعا تحية للإمارات الشقيقة ولسعادة السفير جمعة مبارك، وكل سنة وانتم طيبين. زايد الخير سمي زايد الخير لأنه كان خيرا على الأمة الإسلامية كلها، وفي مصر بالذات سمي زايد الخير لأنه بعد 73 رجع للناس المهجرين في بورسعيد إلى بيوتها، وكان احتفال كبير جدا جدا من الشعب المصري بهذا. كمان أنشأ أشياء كتيرة جدا في مصر وله أيادي كثيرة بيضاء، من ضمنها المدينة الجميلة اللي أنا بسكن فيها مدينة الشيخ زايد. ويمكن الصبح كنت كاتبة مقال 100 عام من شمس، لأني أرى الشيخ زايد شمس أشرقت في الوطن العربي. الحقيقة الشيخ زايد كمان، أنا تجربتي لما كنت وأنا صغيرة كانوا دايما يقولوا الشيخ زايد العظيم، الشيخ زايد الخير، لكن لم أتوقع في يوم من الأيام أني سأذهب إلى مدينة الإمارات كشاعرة مدعوة من في الشهر الثقافي المصري ومن الإمارات الشقيقة لأمثل بلدي مصر كشاعرة في المركز الثقافي في أبي ظبي سنة 2000 في أبو ظبي سنة 2003، وكان ما زال الشيخ زايد على قيد الحياة، وكنا ندعو له جميعا بالصحة وامتداد العمر لأعماله الكبيرة. وأنا بتخيل أن الشيخ زايد حالة من النور انداحت في النور، فلذلك يعني أنا ههديه هذه القصيدة وهي اسمها خمر المجذوب، الذي يجذب بالروح الإلهية والنور الإلهي، لأن الخمر في الصوفية هو النور، يعني هو فاندياح النور في النور. نور فادخل لا تتردد، اخلع صوتك فالروح ستصرخ وستهدأ، فهو النور فلا تحمل عبء القلب، اخلع قلبك وتمدد فوق سماء أخرى، عند الشجرة عند السدرة تحيا، فهو النور نبض من شمس وغبار من دفء، فاغرق في الوجد وامتثل الساعة لملاك ضل طريق الصبر، هو النور سحاب من سجاد الوقت، انسحب قليلا من بين يدي، فلماذا ستدور هناك تعالى، فالخمر الأحمر منظور للعنب طالع عند سماء الورد، هو النور والنور طريق ومتاهة، والنور نجاة بل غرق ونجاة، والنور من النور ينفلت هناك، هو النور رقص وصلاة، موت وحياة، لو يتجلى يتجلى الصمت في صرخة كل الأشياء، في شهقة قمر يطلع، في نبض قد قطر من فم العصفور الماء. يا الله على الماء، يا هذا لن يسمعك المكذوب، فالمكذوب تأخر. بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي فداكي، أنا والولاد يا بلادي فداكي، يا بلادي بلادي يا بلادي. آه حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد، ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر، ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر. أصله ما عداش على مصر، أصله ما عداش على مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي فداكي، أنا والولاد يا بلادي فداكي، يا بلادي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. ما شافش الرجال والسمر الشداد فوق كل المحن، ولا شاف العيدان في عيون الولاد وتحدي الزمن، ولا شاف إصرار في عيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر، ولا شاف إصرار في عيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر. أصله ما عداش على مصر، أصله ما عداش على مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. على مدار الزمن وعلى مر العصور تميزت مصر والإمارات بارتباطهما ارتباطا وثيقا على المستويين الرسمي والشعبي، واجتمعوا على مر الدهر بأواصر التعاون التي جعلتهم في بوتقة واحدة، لما يحمله المصريون من حب وود خاص لأشقائهم من أبناء الشيخ زايد. شعب واحد رب واحد، كلمة واحدة احنا الاتنين. علاقة جعلت السفير حمد الشمس يحمل دعوة كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد للدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والذي سافر على إثرها إلى أبو ظبي في لقاء أهدى فيه الدكتور حسن راتب قلادة جامعة سيناء إلى سموه. كما تفضل الشيخ هزاع وأهدى درع الحصان الذهبي للدكتور حسن راتب، كما أهدى الدكتور حسن راتب أحدث إصداراته كتاب التعاونيات العصرية لسمو الشيخ هزاع بن زايد. كما صرح الدكتور حسن راتب أن هناك موسوعة يجري الإعداد لها الآن من خلال مؤسسة إبداع، وذلك بالاشتراك مع جامعة سيناء وقناة المحور، حيث يتم حالياً إعداد موسوعة علمية مكتوبة ومصورة ومتلفزة تحمل اسم الشيخ زايد حكيم العرب. الله همس بخاطره زيارة الأحبة، فلبى الجسد رغبة القلب، وذهب الدكتور حسن راتب لزيارة مسجد الشيخ زايد رحمه الله، حيث عبر الدكتور حسن راتب عن مدى إعجابه بالمسجد الذي يعتبر تحفة معمارية نادرة، حيث وضع له الشيخ زايد حجر الأثاث عام 1986، وهو بذلك يعتبر خامس أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأموي ومسجد الحسن الثاني، بمساحته التي تبلغ 412 ألف متر مربع، حيث يتسع المسجد ل7,000 مصلي في باحته الداخلية و40,000 مصلي في المساحات المحيطة به، الذي يزين أرضيته أكبر سجادة في العالم تبلغ مساحتها أكثر من 5,000 متر مربع لا نظير لها في الجمال، ونسجت يدوياً، وله قبة تعتبر هي الأكبر في العالم، ويزين القاعة الرئيسية بالجامع أكبر ثريا من الكريستال في العالم بلغ وزنها 12 طناً. وفي زيارته إلى إمارة أبو ظبي استقبل متحف اللوفر الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ذلك المتحف الفني الذي بني في مدينة أبو ظبي وتم افتتاحه عام 2017، والذي قدرت تكلفته بما يقارب 27 مليار دولار في جزيرة السعديات. وفي نهاية الزيارة وجه الدكتور حسن راتب الشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. حفظ الله مصر والإمارات قيادة وبلدا وشعبا. فني. على فكرة يعني شاءت الأقطار ومن حسن الطالع إن إحنا جايين مع الغيث، والغيث ده فيه فقل طيب الحمد لله يعني. وبعدين دخلنا قاعة جديدة أول مرة نخشها سوا النهاردة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا فقل طيب عليكم ويجعلكم فقل طيب على الأمة. وبعدين إحنا على فكرة بنحتفل المرة دي بمناسبتين، مناسبة يعني مناسبة معنوية هي تقدير مجموعة من النقاد ومجموعة من المهتمين بالرياضة للشيخ محمد بن زايد، وأيضا مناسبة تانية ما نقدرش ننساها والاتنين جايين من مصر، ومناسبة الشيخ هزاع في نجاحه. وعلى فكرة نجاحه وبعدين نجاح الشيخ هزاع لابد ان احنا نقف قصاده وقفة صغيرة بعد إذن سموك يعني. احنا قبل ما بنعلم ولادنا الفروسية التروت والكونتر ونط حواجز بنعلمهم أخلاق الفارس، أخلاق الفارس ونبل الفارس، والفارس ده أصله عربي والخيل الأصيل عربي، وهو ما خدهاش في نط حواجز ولا خدها في سباق، ده خدها في سباق القدرة والتحمل والجلد والرجولة. عشان الناس ما تفهمش إن الإمارة نوع من أنواع الرفاهة، لا ده نوع من أنواع الجلادة ونوع من أنواع البطولة. وعلى فكرة الدرجة التي تلي البطولة هي الإعجاب بالبطولة، فإحنا ناس معجبين بهذه الروح، سواء الإعجاب المعنوي اللي نابع منكم أو سواء الإعجاب لأخونا الشيخ هزاع. وإحنا من موروثنا الثقافي والحضاري العميق في مصر جايين نقدم فعلا كلمة شكر وكلمة تقدير عبر كل الأميال دي، بس بمشاعر بجد من جوانا وبقناعة بجد من جوانا، بقناعة لتجربتكم الرائدة في تنمية البلد دي، في إثراء شعوبكم اللي موجودة، بقناعة بجد في الأيادي الممدودة والقلوب المفتوحة لكل المجتمع. أجمل شيء في الدنيا حينما يولى شخص أمر ناس فيتقي الله في هذه الولاية، فيمد إيده للبسطاء وللعوام، وهذا ما رأيناه هنا في هذا الموطن. ولذلك تجربة رشيدة، تجربة عربية. القيمة اللي احنا جايين بيها ان احنا بنمثل المجتمع المدني، نحن لا نمثل أنظمة من الأنظمة ولا نمثل حكومة من الحكومات، ده احنا قناة المجتمع المدني في مساحة جديدة من الديمقراطية بتمنحها مصر لمجموعة من المؤسسات المدنية. فإذا دي حاجة شعبية، حاجة بتمثل المجتمع بكل مؤسساته بكل طموحه بكل أماله. فأنا بعتقد ان الرمزية فيها معنى كبير وفيها عمق، فأرجو أنك أنت تتقبل تهانينا القلبية وتتقبل أوسكار المحور كأفضل شخصية لعام 2003. وأنا أعتقد أن هذا صادف أهله يعني. إن شاء الله نهنيك ونبارك ليك ونبارك بيك ونبارك فيك إن شاء الله. هالعين ومن هالعين، من هالعين ومن هالعين، من هالعين ومن هالعين، من هالعين ومن هالعين. تكرم عينك يلي لعينك، تفرح عينه وتحزن عين. تكرم عينك اطلب عيني، تفدى عيونك مية عين. تكرم عينك يلي لعينك، تفرح عينه وتحزن. في البداية أريد أقول أني أشكر قناة المحور على هذه المبادرة وعلى رأس الدكتور حسن وكل من قام بهذا المجهود. مبادرة جديدة، وقناة المحور دائما سباقة. شيء ثاني، أريد أشكر المصوتين اللي صوتوا معي ومع غيري على هذا المجهود. شيء ثالث، أريد أشكر كل من ساهم في وصول نادي العين إلى هذا المستوى. وهذا مش محمد بن زايد بس، أنا في اعتقادي محمد بن زايد واحد من آلاف، ولو نحصر العدد على المسؤولين المباشرين يمكن يكونون أكثر عن مئات. النتيجة تحقق دائما بمجهود الجماعة وبمجهود الفريق. التحقيق اللي تحقق هو بمجهود فريق متعاون متكامل طموح واضح الهدف، يعمل بجد، مخلص وريد من كل قلبي أشكره، لأنه خلى محمد بن زايد يوصل إلى أن يكرم اليوم. وأريد أشكر قناة المحور مرة ثانية وشكرا. الجوائز اللي حصل عليها الشيخ زايد: أبطال الأرض، برنامج الأمم المتحدة 2005 طلع الجائزة الأولى، الوثيقة الذهبية 1985 من قبل المنظمة الدولية للأجانب في جنيف، أخذ رجل العالم الأول سنة 1988 من قبل هيئة رجل العالم في باريس، وشاح جامعة الدول العربية سنة 1993، وده وشاح الانتماء والإنماء والتنمية. الوسام الذهبي للتاريخ العربي 1995 من قبل جمعية المؤرخين المغاربة. الشخصية الألمانية 1995 استطلاع لمركز الشرق الأوسط للبحوث والدراسات الإعلامية بجدة، جوائز أعمال الخليج لسنة 1996. وسام المحافظة على البيئة الباكستاني 1997. زايد داعية البيئة سنة 1998 من قبل منظمة المدن العربية الدورة السادسة في الدوحة. أبرز شخصية عالمية 1998 من قبل هيئة رجل العالم بباريس، زايد شخصية العام لسنة 1999 من قبل لجنة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. في سنة 2006 كان بنقدم برنامج رياضي في المحور، وكان بيقدمه مصطفى عبده، وبعدين عملنا استفتاء عربي في المحور، وانا كنت حريص قوي ان الاستفتاء ده ما يبقاش زي الاستفتاءات اللي بتقدم وتطلع نتائج زي ما احنا عايزينها. فقلت لهم لو سمحتوا هتعملوا استفتاء عربي لابد ان تعرض عليها الاستمارات استماره وتملأ للشخصيات الرياضيه اللي تدي رايها بجد. يعني انا مش عايز استفتاء اي واحد معاه فوتو يوم يجيب اصواته بتاع، لا، اختاروا الاسماء اللي تخش في الاستفتاء، شخصيات عربيه بعينها، نقوم ندخلها في الاستفتاء. وقررنا 4000 اسم على مستوى العالم العربي هم اللي يخشوا في الاستفتاء، شخصيات رياضيه، رؤساء اتحادات. وبعتنا الاستمارات ل 4000 اسم، وجت ل 4000 اسم وتراجعت. فوجئنا ان الشخصيه العربيه اللي خدت الشخصية العربية محمد بن زايد الرياضية، وكان الحقيقة المنظر كان غريب جدا، شبه إجماع. يعني مثلا أكتر من 65% كانوا فكلم مصطفى عبده مع الشيخ محمد بن زايد وقال له احنا بنبارك لك، وأدي الاستمارات أهي، وأدي الناس اللي دخلت في الفوتو أهي، وأدي إنك أنت خدت الشخصية العربية، وإحنا قناة المحور يسعدها انها تيجي تقدم لك هذه الجائزة. والحقيقة كان أول حوار يدور بيني وبين الشيخ محمد بن زايد، وده الحاجة اللي الواحد بيسلك صدره أنه يجد حاكم عربي على مستوى الثقافة. وأنا أزعم أن أنا يعني اتولدت في بيت كانت الثقافة جزء لا يتجزأ من تشكيل ملامح الشخصية فيه. فكنت يعني لما تقعد وتقابل حد بالثقافة ده وبالفكر ده وبالرؤية دي، فكانت أول لقاء يتم بيني وبين هذا الشخص. والحقيقة أنا مش بأبدي إعجابي بهذه الشخصية لأنه هو مش شخصية حاكم. بعدها قررت أن أنا يكون ليا جزء من حياتي في الإمارات. اشتريت بيت في الإمارات في دبي وعملنا عمارة وبدأنا لفتة من جلسة. حبيت المكان وحبيت الإنسان وشعرت أن المنطقة فعلا منطقة تستاهل أن الإنسان يقيم فيها جزء من حياته لأنها ذات ملمح طيب. أنا عايز أوصل من الرسالة اللي أنا عايز أوصلها عايز أوصلها في الفترة اللي أنا كنت بقعد فيها في الإمارات من الممكن بمنتهى البساطة أبقى قاعد بتغدى، والله العظيم يا دكتور، أبقى قاعد بتغدى في فندق عادي جدا جدا وأفاجأ إن الترابيزة اللي جنبي عليها الشيخ محمد بن زايد، عليها الشيخ راشد، عليها طحنون، عليها أي واحد من الأسرة قاعد بيتغدى جنبك ولا أنت شاعر إن في حد موجود. يعني ودي حقيقة ظاهرة بتفكرني بعمر بن الخطاب لما لقاه نايم تحت شجرة فقال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت. هذه ظاهرة لابد إننا نقولها بمنتهى، مش عيب ما نخجلش واحنا بنقولها يا إخوانا. هذه علاقة الحاكم بالمحكوم التي أوجدت نوع من البساطة والتباسط. أنا أعرف إن وقف لناس وصلهم بعربيته، ناس عاديين جدا لقاهم في السكة راح راكن عربيته وغالبا ما ينزل هو يسوق عربيته بنفسه غالبا. فهذه بساطة الحاكم. ولذلك أنا نهضة الإمارات يا إخوانا ما جاتش من فراغ، نهضة جت بأسباب وجت برسالة. فهذه كانت لفتة إن أنا بقول إن فعلا هذه الشعبية مش وليدة النهاردة ولا وليدة امبارح. أنا بقول لكم دي 2006 وفوجئنا بنتيجة الاستفتاء. مصطفى عبده عايش وهو وسلمنا الجايزة، وكان الحقيقة كعادته رجل مضياف يستقبل الناس وفي مضيافته ويقعد معاهم بالساعات. ما هياش أنا والله من هذا المكان ومن هذا الصالون البسيط أبعث بتحية إلى كل واحد في شعب الإمارات وأغبطهم على هذه المرحلة اللي هم عايشين فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم في زيادة دائما، لأن سلام الإمارات كبروتوتايب وكنموذج إسلامي طيب يعطي شكل كويس لهذه الثقافة ولهذه الحضارة ولهذا العبق اللي احنا بنعيش فيه كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شاكر لأخويا الدكتور حسن راتب على الدعوة الكريمة والتواجد في وسط هذه النخبة المميزة، وإن شاء الله كل سنة سعيدة للإمارات. وفخور على المستوى الشخصي إن شهود على حفلة 2014 في لحظة فارقة في تاريخ الوطن. كانوا بنمثل لحظة تحدي أكتر منها فن، لحظة إدراك لمفهوم إن الوحدة أو التضامن العربي حوالين فكرة مصر ممثلة في الإمارات، فكرة إن مصر عمود الخيمة والوتد. كان ده حاضر معانا بشكل حتى المسمى اللي احنا خدناه. وكان في نقاش مع فناننا الأستاذ هاني شاكر، أخويا كمان وحبيبي، علاقة تانية خالص غير بره الموضوع ده. شعب واحد على أرضين أعتقد بتشرح هذا المفهوم. فالحقيقه انا سعيد ان احنا عملنا ده في اسكندريه في 2014 في حظر تجول. كان كل الناس بتتكلم على الوطنيه والشجاعه وبنطرح ونسمن فكره التضامن العربي حوالين فكره عمود الخيمه مصر اللي هي محافظه عليها الامارات زي ما حضراتكم تفضلت وقلته، كل إنسان يموت وليس كل رجل، وكل رجل دي راجع للست والراجل. السيرة، البقاء في الحياة، هو ده الموضوع. الفعل الإنساني لم يفقد تأثيره، هو ده الشيخ زايد، نموذج عشان كل واحد فينا يحس إن دوره مش صغير، زي ما كانوا بيعلمونا واحنا صغيرين، صغر دورك كبر دورك، إنما لازال حجر زاوية. فالحقيقة فكرة كل اللي خطر على بالي واحنا بنتكلم، أنا مش هسرد موضوعات تانية، إنما هسرد فكرة كل واحد فينا يفتكر إنه دوره مهم في هذه الحياة. الشيخ زايد، كل إنسان يموت وليس كل رجل يموت. أشكركم. عايز أركز على الحالة الإنسانية في الشيخ زايد، لأنه على قدر علمي وعلى قدر ما هو منشور أن الشيخ زايد لم ينل حظاً وافراً من التعليم. ولما نيجي ندرس، لما هو حب يطور الإمارة اللي كان بيحكمها ثم الدولة، ركز على محورين: محور بناء الوطن، وهو ما يختص بالبنية التحتية من طرق وكهرباء وماء وزراعة وتنمية، والمحور الآخر الذي اهتم به جيداً هو محور الإنسان. وأهم نقطة يمكن في محور الإنسان ركز عليها الشيخ زايد هي التعليم. رجل لم يؤت حظ وافر من التعليم، ويركز على التعليم والصحة. لما يجي أي حد دلوقتي يتكلم يقول لك البلد دي عشان أنت تطورها لازم تشتغل على التعليم، تشتغل على الصحة. أي حد، هذا الرجل لم يؤتى برضه، لم يتعلم سياسيا، ولكن الفطرة اللي عنده، هو أوتي قدر كبير من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. رحم الله الشيخ زايد، ويا ربي يوهب الوطن العربي زعماء في مثل قوة وقدرة وجمال الشيخ زايد. شكرا. شكرا. أنا عايز أعطي معنى ومفهوم الحقيقة لمسه أستاذنا الدكتور حاتم، لكن خلينا في الصالون نلمسه بشكل إيجابي. هناك فرق شاسع بين الثقافة وبين الدرجة العلمية والتعليم. أستاذنا الدكتور، أستاذنا عباس محمود العقاد، أستاذ المدارس الفكرية المعاصرة، هو رجل لم يحصل على شهادة، لكنه حينما قيل له لماذا لم تأخذ الدكتوراه، قال لهم مين يقدر يمتحني؟ مين يقدر يمتحني؟ يا إخوانا، العقاد كان عنده صالون، والوالد كان من رواد صالون العقاد، فوالدي كان متخصص في الزراعة، فبيحكي مرة ليا، بيقول لي، بقول للأستاذ، بقول له أنا قريت 17 كتاب في الحشرات، في أبحاث الطفيليات، وبيستعرض قدام العقاد يعني، وهو كان مهندس زراعي. فبص له كده قال له أنا قريت، هو في أبحاث الطفيليات دي أبعد شوية، فقام رد عليه العقاد قال له أنا قريت 114 كتاب في الحشرات. 114 كتاب في الحشرات يعني ايه؟ وده متخصص وده ايه يعني. فهي الثقافه جزء مهم جدا. وعلى فكره الثقافه نوليدج، والثقافه دي مش بس معرفه، الثقافه اشياء كثيره جدا جدا، وقلنا على راسها ثقافه المشاعر والاحاسيس. الهام، عايزين نسمع صوتك يا الهام. انا عندي كلام كتير قوي اقوله عن الامارات. اولا، انا البلد العربي الوحيد، او البلد عموما في العالم مش العربي بس، اللي انا اخشه في اي وقت زي مصر. يعني اهتميت جدا ان انا يبقى عندي اقامه في الامارات، لاني بحبها بشكل خاص وبحب اسافر كتير جدا. فانا تقريبا كل شهر في الامارات، وعندي حبيبه قلبي الهام الصغيره، تبقى بنت اختي وبعتبرها بنتي، بتدرس في الامارات وعايشه هناك. فعندي فرع مهم جدا من عيلتي هناك، فيمكن تواجدي الكتير خلاني اعرف أشياء كتيرة جدا عن الإمارات وشعب الإمارات. وفعلا زي ما حضرتك قلت يا دكتور حسن، النجاح ما بيأتيش من فراغ، بيأتي بالعلم والمعرفة وعدم الغرور. يعني شعب الإمارات وحكامه ناس بسطاء جدا، وبيحبوا الناس كلها، وبيحبوا يسمعوا ويعرفوا ويتعلموا. ولما بيجوا يعملوا مشروع مش لازم كل واحد يبقى بيفهم في كل حاجة، يجيب اللي يفهم فيه عشان يعمل حاجة فعلا على أعلى مستوى. وكل مرة بغيب بتبقى فترات قصيرة، وأرجع للإمارات أتفاجئ بأشياء جديدة وعظيمة ومشاريع لا تخطر على البال، مش مجرد بنى بس عمارات وأبراج، لكن المشاريع لا تنتهي. يعني التفوق التكنولوجي اللي وصلوا له، زي أكبر دولة مثلا في الدول المتقدمة جدا في أوروبا أو في أمريكا، فالتفوق الحقيقة مبهر. يعني هم حقيقي نموذج يحتذى به. وإحنا عارفين إن الشيخ زايد وصى أولاده على مصر لأنه كان محب جدا لمصر، وإحنا كمان بنحبه بالتأكيد. الحب ده شيء من القلب للقلب، وبالتالي إحنا بنعتبره هو أب للوطن العربي كله مش للإمارات بس. فأنتوا أولاده تبقوا إخوة لينا، وإحنا ممتنين ليكم وبنشكركم. وأنا بقول هو في قلبنا الشيخ زايد، وكل أبناء زايد وحكام الإمارات وشعب الإمارات هيفضلوا في قلب كل المصريين. بشكركم جدا، مرسي. الله عليك يا إلهام، كلامك جميل وكلام حلو ومعبر ومن القلب. من الحاجات الجميلة دكتورة علا أستاذة متخصصة في الطب، تفهم في كل حاجة، بس ما أعرفش الطب تفهم فيه ولا لأ، بس دكتورة علا من الحاجات اللي لفتت انتباهي قوي فيها إنها مترددة على الإمارات كتير، وبعدين بتروح تعمل دورات تدريبية، وكانت معجبة قوي بالطريقة اللي الحكومة فيها بتدرب الناس. خلينا نسمع من أستاذة الدكتورة علا، أستاذ قصر العيني. اولا انا بحيي حضرتك، لان طبعا احنا متابعين من المتابعين المنتظمين للصالون، وكوكبه الكبيره اللي هي دايما منتميه لوجودها في الصالون. يعني انا سعيده لوجودي في وسط الناس المحترمه العظيمه اللي موجوده مع حضرتك. حضرتك صديق، وصديق شخصي، وصديق عائلي، انت والاسره بتاعتك ليا. لكن طبعا ضيفنا كلنا معالي السفير جمعه مبارك، والمناسبة انت عارف طبعا، وفي بعض الاحيان الواحد بيبقى مشغول ما بيقدرش يحضر، بس النهارده انا قلت لك لا انا جايه، لانه انا كان يهمني برضو انه انا اتواجد، ونحب ان احنا نقول له مدى تعبيرنا عن حبنا للي بيجرى في الامارات، ويعني مسانده الامارات لكل الفكر الثقافي والادبي والتعليمي وطبعا انا ما عنديش كلام يتقال في الكوكبه الكبيره اللي اتقالت الكلام ده، وعلى راسهم استاذنا واستاذنا العظيم ورئيسنا ووزيرنا اللي اتعلمنا منه كتير جدا، دكتور مفيد شهاب. انا يعني كان ليا ملحوظه بس هقولها. في ايام ما الدكتور مفيد كان وزير تعليم عالي، انا كنت في ضمن اللجنه اللي هي اتقدمت، لان الامارات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كان عامل من ماله الخاص جايزه لاحسن وافضل مؤسسه علميه في مستوى الشرق الاوسط. كنت ضمن المجموعه اللي قدمت تاريخ القصر العيني الماضي والحاضر والمستقبل، واخدنا هذه الجائزه على مستوى الشرق الاوسط. واصروا ان احنا لازم كلنا واحد واحد في الفريق يروح، وكان على راسنا رئيس الجامعه ساعتها. ما كانتش اول مره اروح الامارات، انا رحتها اول مره سنه 96 في اول مهرجان تسوق. وزي ما الهام قالت، كل ما بدخل البلد الاقي حاجه غير، ادخل البلد الاقي حاجه غير. يا جماعه هو ده اللي كان موجود ما كانش جنبه حاجه؟ هو ده اللي كان موجود ما كانش جنبه حاجه. الامارات انا رحت دبي تقريبا حوالي مثلا 25 مره، وكانت كلها مؤتمرات علميه. لكن اللي اتفاجئت بيه ان الدوله هناك داعمه للمجتمع المدني للنهوض بالإنسان الإماراتي. واتفاجئت بأن هي مش بس داعمة، ده هي بتعمل لقاءات مع الجمعيات العلمية، وده عنصر هام جدا أن الجمعيات العلمية تبقى فاعلة في النهوض بالعلم عند البني آدم الإماراتي، لأن هناك هم عندهم ترخيص المهنة لا يمتد العمر كله، بيبقى على هيئة امتحانات لازم تجاز للشخص باستمرار. طب هيجيب منين العلم ده؟ فطبعا اطلبوا العلم ولو في الصين زي ما وصانا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هو أهم من كده إن دعم الدولة للمجتمع المدني، سواء على المجتمع المدني الإنساني، الأيتام والناس اللي محتاجة وبيعيلوا الأسر والمدارس والحاجات دي، لكن إنك أنت تفضل ورا الإنسان إنه ينقح علمه، يزود علمه، ويديله نوع من الاكريديتيشن، نوع من الشهادات إنه هو مر بفترات تدريبية تحت إشراف علمي مكثف. دي بصراحة أول مرة كنت أشوفها. فاحترام للإمارات، يعني الإماراتية الحكام للإمارات، خلى الناس الغريبة تمشي على نهج أهل البلد وتحترم قانون أهل البلد. فأنا يعني اسمح لي إن أنا أبدي إعجابي وأشكر الدكتور حسن إداني فرصة الكلام. أنا ست بسيطة، دخلت زي عامة الشعب، اختبرت البلد، ما قعدتش مع الحكام، بس كنت منبهرة ببلد فيها نظام، ونظام بيتطبق على البلد، يعني أهل البلد وعلى الغرب من سواسية. أشكركم. شكرا. عاصم، عايزين نسمع صوتك. أشكر سيادتك أولا على الدعوة الكريمة وفي حضور هذه النخبة الرائعة، وأستاذنا الأستاذ دكتور مفيد شهاب الذي طالما تعلمنا منه سعادة السفير، ونجومنا من الفنانين الكبار الأستاذ هاني شاكر والأستاذة إلهام. وفي الحقيقة يعني الواحد يشعر بسعادة كبيرة. كل ما سأقوله باختصار يعني يتداعى إلى ذهني الآن حوار درامي في كتبه الأستاذ الراحل الكبير محفوظ عبد الرحمن رحمه الله، وكان يعرض حوارا بين أربعة ينتخب من بينهم قائدا لمصر: أقطاي وأيبك وبيبرس وقطز. فكان أقطاي يشتهر دوما بالعنف الشديد في الحوار، وكان بيبرس هو ساعده الأيمن. فلما اشتد عنف أقطاي في الحوار طلب بيبرس أن يأخذه إلى الخارج، وعندما ذهب معا إلى الخارج قال له بهذه الطريقة: يا مولاي لن تأخذ حكم مصر أبدا. فنظر إليه أقطاي نظرة عميقة جدا، حتى أن بيبرس ارتبك فقال له: ما بالك مولاي؟ قال له: أما أنت يا بيبرس فيوما ما ستأخذ حكم مصر، فكلانا قوي ولكنك قوي ورحيم، وكلانا شجاع ولكنك شجاع وحكيم. من هنا فهمنا مقتضى الزعامة التي ينبغي أن يتصف بها إنسان. قوة مجردة من الرحمة لا تساوي شيئا، تساوي حمقا. شجاعة مجردة من الحكمة لا قيمة لها على الإطلاق. إذن القائد قوي وصنو قوته الرحمة، شجاع وصنو شجاعته الحكمة. وهكذا كان الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان النهيان، قوي دليل موقفه في حرب 73، يجرؤ على أن يواجه أكبر الدول بعبارة راسخة قوية مباشرة: البترول ليس أغلى من الدم العربي. مهما كانت هذه العبارة تمس أمريكا أو تمس كل أكبر الدول في العالم، هذا القلب بمشاعره هو الثقل الذي يزن هذه الأمة. شفتاك ذراع، عباراتك هي التي تحملنا إلى الغد. افعل الحق لأنه عظيم، أقم العدل للإله الذي أصبح عدله قانونا للعدل. افعل الحق لأنه عظيم ولأنه هو الباقي، وسوف يلحقك ثوابك طوال عمرك المديد حتى وأنت في قبرك، وها نحن نحييه وهو في قبره. شكرا. الله عليك، الله عليك، الله عليك. شيخ محمد ليه ميزتين. الميزة الأولى أنه رجل عملي، خلق من يعني أولا من دبي مقصد طبعا اقتصادي وسياحي واجتماعي أيضا، بكل المعايير ناجح جدا جدا جدا. لكن شوفي الراجل وأدبه، وده عايزين احنا نتعلم كيف نتعامل مع الرموز في مجتمعنا. بدأ كلماته بإيه؟ بحكيم العرب الشيخ زايد. الله عليك يا شيخ محمد. وبعدين يقول ايه؟ من 40 سنة قال الدم العربي اغلى بكتير من النفط، ابدا لم يكن النفط اغلى من الدم العربي. هو ده حكيم العرب اللي قال كده، اللي هو الشيخ زايد. قال كلمة تانية: مصر هي نبض الأمة العربية. لا يمكن أن يعيش العرب من غير هذا النبض الحقيقي وهذا القلب النابض، واخد بالك؟ ولا يمكن لمصر أنها تستغنى عن العرب. الاستهلالة والمقدمة ناهيكي بقى عن ما يمكن أن يحدث في من مشاركات أو دعم، لكن شوفي الاستهلالة والمقدمة التي بدأ بها الشيخ محمد راشد الكلمة بتاعته. وبعدين في الآخر بدأ يتكلم عن المشاركات وبدأ يتكلم عن رؤية جديدة برضو. فلازم كل الكلمات دي توثق. ده سجل، ده سجل حافل وصفحة ناصعة في تاريخ هذه الأمة هذا المؤتمر. ولذلك دعيني أقول لك بقى، ألا يخرج من بيننا من يفعل شيء يليق بحكيم الأمة حكيم العرب؟ أنا بقول لك إن أنا بقى أجهز على فكرة من 6 شهور لموسوعة مصورة ومكتوبة للشيخ زايد، لأن إحنا محتاجين القدوة اللي إحنا نتأسى بيها، محتاجين اللي يجمع الأمة في هذه المرحلة لا يفرقها، محتاجين اللي يحاول يبني مش يهد. موسوعة مقروءة يا دكتور ولا متلفزة ولا؟ الاثنين هنحط فيها CD واحنا نجمع، وبعدين هتخرج الموسوعة دي من مصدرين، يعني مصدرين اللي هيشاركوا فيها. المكتوب من جامعة سينا، احنا بنجمع كل ما كتب عن الشيخ زايد وكل ما نستطيع. والله العظيم يا إيمان لما تقعدي تسبحي فيها وفي سيرة هذا الرجل العظيم حكيم العرب، واخد بالك ازاي؟ تستشعري فعلا انه جاء من عصر الصحابه. اللي هتصدر الموسوعه دي هتصدرها جامعه سينا، تمام، واخده بالك ازاي؟ وهنسميها حكيم العرب. وبعدين الجزء المتلفز هتصدر المحور، يعني هتشترك قناه المحور مع جامعه سينا عشان تخرج هذا المنتج، عشان تخرج موسوعه مقروءه ومكتوبه ومصوره وايضا متلفزه. تحيات طيبات أنقلها لأرض الكنانة من دولة الإمارات، أرض زايد بن سلطان حكيم العرب. الذي قال قبل أكثر من 40 عاماً لن يكون النفط العربي أغلى من الدم العربي. أرض زايد بن سلطان الذي آمن بمصر وقال بعد أن تعالت أصوات في غفلة من تاريخ أمتنا لمقاطعة مصر، قال لا وجود للأمة العربية بدون مصر. ولا يمكن لمصر أن تستغنى عن أمتها العربية. رئيس تحرير جريدة الوفد، يعني نحب نسمع صوتك في هذه المناسبة الطيبة الكريمة، وأنت تملك من مفردات اللغة والمعاني الجميلة. تفضل. بداية أنا بتوجه بالشكر الجزيل للدكتور حسن راتب على هذه الدعوة الكريمة، وبحيي سعادة السفير جمعة مبارك في هذا الصالون. الحقيقة الاحتفال هو بمئوية الشيخ زايد. الشيخ زايد أنا درسته من خلال 3 شخصيات. الشخصية الأولى هي مصطفى شردي رحمه الله، وكان يحدثنا عن الشيخ زايد السياسي، و من خلال الأستاذ عباس الطرابيلي أمد الله في عمره، وكان يحدثنا عن الشيخ زايد الرجل الاقتصادي البارع. والشخصية الثالثة كانت جمال بدوي رحمه الله، وكان يحدثنا عن الشيخ زايد صاحب المشروع الفكري. من خلال الشخصيات الثلاث عرفت الشيخ زايد عندما التحقت محرراً في جريدة الوفد، منذ عام 1984 كان هؤلاء أساتذتي قد أسسوا مدرسة صحفية رائعة في أبو ظبي وهي صحيفة الاتحاد. وبطبيعة الصحفي هو قريب من السلطة والسلطان، ومن خلال الشخصيات الثلاثة نقلوا تجربتهم إلينا في صحيفة الوفد. وبما أنني كنت ملاصق للشخصيات الثلاثة فقد كنت حريصا على أن أسمع حكاياتهم الرائعة والمشوقة عن الشيخ زايد، كيف كانت عقلية الشيخ زايد يدير الدولة بعد التأسيس تحديدا. وكانت في الفترة دي كلها ما فيش موارد اقتصادية، حتى البترول عندما ظهر ما كانش فيه بالضخامة، وأعتقد يراجعني في ذلك سعادة السفير. حتى الآن كمية البترول الموجودة في الإمارات الآن ما هيش كبيرة على فكرة. الإمارات لم تبنى على البترول كما يفهم الكثيرون، الإمارات بنيت على بناء الإنسان، وده اللي أساتذتي كلهم في الصالون دلوقتي اتكلموا عنه. الحقيقة أن عندما توفي الشيخ زايد الإمارات ظلت مستمرة في عملية البناء والعطاء من خلال بناء الإنسان. ويعني هضيف بس للدكتورة لما تحدثت عن المشروع الثقافي والفكري وموضوع الجوائز اللي دولة الإمارات عملتها، هي نسيت أن تذكر جائزة مهمة جدا. بيقولوا دلوقتي هذه الجائزة تشبه جائزة نوبل، وهي جائزة الصحافة العربية. جائزة الصحافة العربية هذه الجائزة كل الإعلاميين وكل الصحفيين على مستوى العالم العربي بيتمنوا حصول هذه الجائزة، الحصول على هذه الجائزة، لدرجة أن كثيرين شبهوها بجائزة نوبل من لفرط الاهتمام بها يعني. والحقيقة أن الشيخ محمد بن راشد يوليها اهتماما كبيرا جدا جدا جدا. أنا مش هطول عليكم لأن أنا سمعت من أساتذتي الكتير وقالوا كتير. أنا بشكركم شكرا جزيلا. أستاذ فتحي الملا. جميع الحاضرين يشعرون بقدر كبير من السعادة لحضور هذا الصالون الذي أراه يمثل منارة فكرية متجددة بما تضمه من العقول المصرية والعربية، لأنه لا يقتصر على فئة معينة ولا على توجه فكري معين، ولكنه يجمع كوكبة من مختلف التيارات الفكرية والثقافية، وهذا في حد ذاته أمر جميل يحسب لهذا الصالون. لكنني أشعر أنني أكثركم سعادة بحضور هذا الصالون مع الدكتور حسن. أشير إلى نقطة مهمة وهو مبادرته بأن يضع كتابا توثيقيا لفقيد الأمة العربية الشيخ زايد، وأنا أرجو أن يتوسع في هذه المبادرة من كل قطر عربي لابد أن يختار علما من أعلامها يستحق أن يلقى عليه الضوء ويكون له كتاب توثيق، ويكون بذلك قد خدم الأمة كلها. التجربة الوحيدة الشخصية اللي أنا أسمعها عن الدكتور الشيخ زايد أنني كنت في اليمن لفترة طويلة، وقد قام الشيخ زايد بإعادة بناء سد مأرب، السد التاريخي المذكور في القرآن الكريم، أعاد بناؤه على نفقته وحضر معهم احتفالا كبيرا بإعادة بناء السد. شكرا يا دكتور حسن. شكرا. أنا الحقيقة الصالون فيه لسه متسع، بس عايز أقول حاجة يا أخوانا. الحقيقة عشان نأصل الأشياء ونعيدها إلى الشيء المؤسسي لابد أن نذكر بالخير أن الإمارات بنيت على عمل مؤسسي. في فرق بين قيادة حركة التنمية وإحداث التنمية. إذا كان الشيخ زايد بدأ بقيادة حركة التنمية، فالذين أحدثوا التنمية في الإمارات كثير ما هم المجتمعات بكل مؤسساته. والله لقد قابلت القاسمي ودعاني مرة، ورحت اتفرجت على الجامعة الأمريكية والجامعة بتاعت الشارقة، ووجدت جامعة الشارقة تفوق الجامعة الأمريكية في مناهج البحث، في السوفت وير وفي الهارد وير، يعني في مناهج البحث اللي موجودة فيها، وأيضا في شكل المبنى وفي الأدوات المستخدمة فيه. أنا بالصدفة حياتي كانت مع من الناس اللي أثروا في شخصيتي ناس كان ليهم في العلاقة بالإمارات جامدة جدا، كان من ضمن أستاذنا الدكتور حسن عباس زكي. وأستاذنا الدكتور حسن عباس زكي كان وزير الاقتصاد المصري، وهو ممن كان ملازما للشيخ زايد، وكلمني كثيرا أستاذنا الدكتور حسن عباس زكي عن الشيخ زايد، وكيف أن هذا الرجل رجل يملك من الوسطية في الدين، وأنه رجل يعني طيب الخاطر، يتعامل بالفطرة والذكاء الفطري، وهو ممن كان يؤمنون بشخصية محمد بن عبد الله. وكان مفتاح شخصية الشيخ زايد هو قراءته في السيرة النبوية وتعلقه بسيرة حياة محمد. هذه حقيقة لابد أننا نطرحها عشان نقول لهم آدي القدوة، لما بتبقى المثل الأعلى بيبقى كويس. أيضا أساتذة ولاد الشيخ زايد محمود القيسية، أنا استضفته مرة هنا عندي 5 أيام عشان أسمع منه كيف كان يربي أولاد الشيخ زايد في وجود الشيخ زايد. سمعت منه الكثير وأدركت أن العمل عمل مؤسسي. صحيح هو قاد حركة التنمية في البداية، لكن أوجد كوادر تقود حركة التنمية بعده، وجيل يسلم جيل، ثم استطاع أن يستنهض الأمة كلها بمؤسساتها لتحدث حركة التنمية. وهناك فرق شاسع بين قيادة حركة التنمية وإحداث التنمية. والقيادة الواعية هي التي بقدر ما تستطيع أن تستنهض الأمة بمؤسساتها لإحداث هذه التنمية. لكن إذا شغلت القيادة بإحداث التنمية وتفرغت للإحداث، فقدت القيادة ولم يحدث الإحداث. وهنا نحن معنى آخر لابد أننا نطرحه على القيادة، وعلى أن الإحداث شيء وقيادة شيء آخر. حقيقة أنا سعيد بوجودي طبعا مع هذه الكوكبة الجميلة، وبشكر دكتور حسن حبيبي على هذا الحضور الجميل، وعلى المنتدى الرائع اللي هو حريص كل فترة بيعمله. بشكر السيد سفير الإمارات العربية وجوده معانا النهارده عشان يحس قد ايه احنا بنحب الامارات، قد ايه احنا بنقدر دورها الكبير في حياتنا كمصريين. انا بس عايز ااكد على حته صغيره، لان يمكن سياده الرئيس السيسي في ولايته الثانيه كان بيركز على بناء الانسان الفتره اللي جايه، ال4 سنين اللي جايين دول. وفعلا زي ما الشيخ زايد الله يرحمه بنى الانسان الاماراتي بالتعليم وحصنه بالصحة. أنا بتمنى للشعب المصري كله إن إحنا برضو نبني ولادنا ونبني أحفادنا تعليميا كويس جدا، نحافظ عليهم صحيا، ويبقى ملف الصحة ده ملف مهم جدا. طبعا أنا مقدر إن إحنا 100 مليون عايشين على أرض مصر، وتعداد الإمارات يمكن أكيد أصغر مننا بكتير، لكن البداية مهمة. الفن مهم، لأنه يعني التعليم اللي بيعمله المدرس في شهر ممكن غنوة تبوظه في 5 دقايق، دي حقيقة. اللي المدرسة بتعلمه في 2 3 4 شهور ممكن فيلم من الأساتذة المنتجين بتوعنا اللي بينتجوهم يبوظ 1 سنة كاملة نقدر نعلم فيها أولادنا. فمن خلال حضراتكم أنا بقول إن الفن مهم جدا، التعليم لوحده مش هيعلم، لا إحنا ولا البيت لوحده هيعلم، ولا المدرسة لوحدها هتعلم، الفن ثم الفن ثم الفن. فإن شاء الله يا رب الدولة يعود دورها الريادي مرة أخرى في الإنتاج الفني، ونشوف ولادنا بيسمعوا حلو وبيغنوا حلو وبيتكلموا حلو وبيتعلموا حلو وصحتهم زي الفل إن شاء الله يا رب بإذن الله. شكرا هاني. جان الحقيقة يعني النهاردة قضينا ليلة جميلة جمعنا فيها الدكتور حسن راتب للاحتفال بالعيد المئوي واليوم الوطني للإمارات ال47. أنا مش هتكلم عن إنجازات الشيخ زايد، كل اللي حضروا النهاردة اتكلموا عنها والحقيقة هي معروفة. هذا الرجل اللي آمن أنه لا بناء للأوطان إلا ببناء الإنسان، وبدأ بشعبه، ساعد كل الدول العربية والغير عربية. عارفين كل المساعدات اللي اداها لمصر، وواضح من الكوكبة الموجودة النهاردة للمشاركة في حب زايد قد ايه الشعب المصري بيحب الإمارات. بنشكر كل اللي حضر النهاردة للاحتفال بحب زايد، زايد الخير زايد العطاء، ويمكن احنا بنقول الله يرحمه يا رب ويكون في ميزان حسناته كل الخير اللي اداه لبلده وكل البلدان العربية المجاورة، ودايما بالتوفيق للشعب الإماراتي. شكرا. كما بدأنا نختم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنكتب ما قدموا وآثاره. في إمام مبين. عارفين يعني ايه في إمام مبين؟ يعني أم الكتب. أي أن الآثار أهم بكتير من الأعمال، لأن الآثار تظل إلى يوم القيامة، وهذه في سورة الكهف. فآثار هذا الرجل في إمام مبين فعلا، وإن شاء الله الموسوعة تكون أحد هذه الأئمة المبينة التي تسجل هذا التاريخ، مش لمجرد إن احنا عايزين، لا احنا عايزين نسجل للأجيال ونسجل للناس حتى تكون الأسوة والقدوة في عالمنا المعاصر. وكما بدأنا أيضا نختم، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم نجزيه الجزاء الأوفى. الآية دي آية عظيمة بختم بيها الصالون النهاردة، لأن سعيه سوف يرى هذا هو عمل الإنسان، لكن ما هو الجزاء الأوفى؟ الجزاء الأوفى بقدر مصاحب هذا العمل من نية طيبة، لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لامرأة ينكحها أو دنيا ينصبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن النية شيء حاكم، الصدق والإخلاص في العمل، هو دي ما قدمه وده الآثار وده في نفس الوقت الجزاء الأوفى. الجزاء الأوفى بقدر الإخلاص في العمل، والإخلاص سر من أسرار المولى عز وجل، وده اللي احنا شفناه في المغفور له. الإخلاص سر من أسراري أودعته قلب عبدي المؤمن لا يطلع عليه ملك فيعرفه ولا شيطان فيفسده، أي أن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الجزاء الأوفى مربوط بالنية، مربوط بالصدق، مربوط بالإخلاص، ثم قبل هذا وبعد هذا مربوط بأن يكون متجه للمولى عز وجل، لا لسمعة ولا لرياء. وهذه الليلة ليلة لله في حب الشيخ زايد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله في لقاءات في صالونات أخرى نعظم ونكرم الزمان والمكان والإنسان. شكرا معالي السفير، أنستنا وشرفتنا. ولو ليك أي تعليق ختامي اتفضل. في الحقيقة في الختام أنا أحب أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حسن راتب على تنسيق هذه الجلسة في الصالون العامر، صالون المحور. وندل على شيء فإن ما يدل على حب المصريين لزايد، مثل ما حب زايد مصر وحب المصريين. فشكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكل الكلمات التي قيلت في المغفور للشيخ زايد وفي الإمارات وفي أهل الإمارات ونحن نبادل لكم حقيقة نفس الحب واللي زرعه الشيخ زايد. أبغى أكد لكم أنه سيظل الحب اللي بيننا بيظل، لأنه مزروع في كل إماراتي. وشكرا، وأتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد بإذن الله. شكرا. في نهاية الصالون بندي رمزية قلادة جامعة سينا. احنا أغلى حاجة عندنا جامعة سينا معالي السفير، فبندي رمزية قلادة جامعة سينا لشعب الإمارات في شخص معالي السفير جمعة مبارك. هذه هدية متواضعة لتعبر عن ما يكنه لهذا الشعب العظيم ولكل شخصيات الإمارات. يا ريتني قابلتك قبل ما اقابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتمد، يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان. ما كانش امل في حياتي اتهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان أحزان. يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتمد، يا ريتني عرفتك من زمان من زمان. ما كانش أمل في حياتي اتهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان. ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب كنت لقيتك وانت لقيتني، كنت هويتك وانت هويتني. يا ريتني ياريتني عرفتك من زمان زمان. ما كانش أمل في حياتي اتهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان. حبيع الدنيا بحالها وحبك كان كفاية، ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب كنت لقيتك وانت لقيتني، كنت هويتك وانت هويتني. يا ريتني عرفتك من زمان زمان. ما كانش أمل في حياتي اتهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان. مش عارف انا من غيرك وانت هكمل عمري ازاي، مش عارف انا وانا جنبك ليه مش خايف من اللي جاي، مش عارف انا من غيرك وانت هكمل عمري ازاي، مش عارف انا وانا جنبك ليه مش خايف من اللي جاي. لو كان عمري بايديا لو كان يرجع شويه، عمري بإيديا يرجع شوية، كان لا زمن ولا قوة هتبعد إيدك عن إيديا، ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب أهو وفات، كنت لقيتك وأنت لقيتني، كنت هويتك وأنت هويتني،